بصبح على كل حضراتكم حلقه بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. يا رب ان شاء الله يكون اسبوع كله خير علينا كلنا باذن الرحمن. نهاوند مش موجوده معانا النهارده، هتكون موجوده معانا بكره باذن الرحمن. طبعا حلقه النهارده لن تخلو من الحديث عن حاجات كتير الاهلاويه بيتكلموا فيها طول الايام اللي فاتت. طبعا عايزين برضو نعرف حضراتكم ان كالعاده يعني في كل حلقه من حلقات البرنامج وتحديدا في الساعه الثانيه بيكون عندنا فقرتين حواريتين. النهارده ان شاء الله الفقره الاولى هنتكلم فيها عن القوس والسهم للمكفوفين، واعتقد دي فقره تهمنا كلنا ان احنا نتابعها. اما الفقره الثانيه فهينورنا فيها كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واكيد دي بقى الفقره اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم ومع ضيفنا العزيز وباستفاضه عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي. بدايه كده طبعا كلنا اكيد تابعنا يعني مباراه الاهلي مع شباب لوزداد الجزائري في الجوله الثالثه من منافسات مرحله المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وشفنا النتيجه اللي انتهت بها المباراه وهي التعادل السلبي، وهو تعادل الحقيقه غير جيد على الاطلاق برغم ان احنا ما زلنا متصدرين المجموعه، لكن هنقول ان هو غير جيد لاعتبارات كتير يمكن حتى اتكلمنا عليها قبل كده اكتر من مره، وكان لازم الحقيقه بموجبها نكسب مباراه يوم الجمعه اللي فات، كان لازم نحقق 3 نقاط كاملين عشان نحسم امور كتير. يعني بطبيعه الحال اكيد في المقدمه فكره الاقتراب بقوه من التاهل للدور ربع النهائي، وتاني حاجه فكره ان احنا كان لازم نستغل فكره او فرصه ان احنا بنلعب الماتش ده في مصر على ارضنا وسط جمهورنا جمهور النادي الاهلي، لاننا بعد كده ما تنسوش هنلعب ماتشين خارج القاهره مع شباب لوزداد في الجزائر ومع مدياما في غانا، وطبعا بالتعادل ده اكيد هيكون مطلوب اننا نتجنب الخساره في الماتشين اللي جايين. احنا بالمناسبه الاجواء المقلقه دي مش اول مره تمر علينا، احنا قبل كده اتعرضنا في البطوله دي او البطوله اللي فاتت تحديدا ويمكن اللي قبلها كمان اتعرضنا لكذا موقف زي ده، ويمكن اصعب كمان والحمد لله رب العالمين خرجنا من كل المواقف دي على خير وصعدنا ووصلنا كمان للادوار النهائيه، لكن مش كل مره تسلم الجره ومش كل مره لازم نحط نفسنا في نفس القصه يعني من البدايه. كمان في حاجه مهمه جدا يعني اتكلم فيها مستر مارسيل كولر واحنا اتكلمنا فيها واعتقد كل حضراتكم بتتكلموا فيها وخصوصا في الايام القليله الماضيه، كولر اتكلم عنها في المؤتمر الصحفي وقبل كده كمان كان اتكلم عنها بعد مباراه سموحه في الدوري، وهي ظاهره اهدار الاهداف الغريبه جدا الحقيقه، واللي كانت واضحه وضوح الشمس في مباراة سيمبا في دوري السوبر، مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال، وطبعا مباراة شباب لوزداد. يعني تعالوا نفصص التفصيلة دي. طبعا فكرة ان انت توصل لمرمى المنافس بشكل متكرر زي الفل، ده حاجة مثالية ومطلوبة، حاجة إيجابية جدا، لكن الأمر السلبي ان انت بتهدر تقريبا كل الفرص. مش عارف يعني تعالوا نقارن كده بيننا وبين فرق تانية، في أندية تانية حضرات بتعتمد على فرصة واحدة أو فرصتين أو بالكتير قوي ثلاثة في المباراة بالكامل وبتخرج بالنتيجة اللي هي عايزاها، زي مثلا أتلتيكو مدريد مع سيميوني بيروح لمرمى الخصم مرتين ثلاثة بالكتير على مدار المباراة بالكامل، بس بتلاقيه بيسجل هدف واتنين عن طريق موراتا بقى عن طريق جريزمان وأمثلة كتير كمان غير النادي ده. لكن انت اول امبارح وصلت لمرمى شباب لوزداد ما يقلش عن 7-8 مرات واهدرت كل الفرص دي، يعني لازم اكيد هيكون في علاج لهذا الامر نظرا لتكرره، واكيد هيكون في جلسه حساب ما بين مستر كولر واللعيبه لانه اللي جاي ما فيهوش اي احتماليه لفقدان اي نقاط. الماتشات اللي احنا داخلين عليها بعد كده انسوا بقى اللي فات، احنا داخلين على ما هو اصعب وابعد من كده بكتير، مطلوب مننا وبسرعه ان احنا نقفل يعني هنقول صفحه دوري ابطال افريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء الجوله الثالثه. طبعا احنا زي ما قلت لكم من شويه احنا ما زلنا في صداره المجموعه برصيد 5 نقاط، ورانا الثنائي شباب لوزداد ومدياما اللي طبعا تعادل مع يانج افريكانز وهو بيملك حاليا رصيد 4 نقاط، ثم يانج افريكانز برصيد 2. خلال ايام هيدخل بقى النادي الاهلي واحده من اهم واصعب اختبارات هذا الموسم، بكلمكم عن منافسات كاس العالم للانديه، وطبعا هيكون لنا متابعه يوميه مع حضراتكم عن هذه البطوله ولا سيما ضربه البدايه من هذه البطوله. طبعا النادي الاهلي هيلعب ماتش محتمل امام اتحاد جده السعودي في حال فوزه المتوقع على اوكلاند سيتي النيوزيلندي. طبعا المباراه دي اكيد هتكون مباراه قويه جدا وكلاسيكيه جدا لان هي بين فرقتين من اكبر واهم واتقل انديه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه بالكامل، وسبق قبل كده على فكره واتقابلوا مع بعض في كاس العالم للانديه في 2005، وقتها فاز اتحاد جده بهدف لنجمه محمد نور. ده طبعا غير ان اتحاد جده حاليا بيضم مجموعه
كبيره من النجوم على راسهم طبعا النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما اللي مسجل في الدوري لغايه دلوقتي في هذا الموسم الحالي 9 اهداف، وطبعا معاهم كمان الهداف المغربي عبد الرازق حمد الله مسجل هو كمان 8 اهداف، النجم البرازيلي فابينو طبعا لاعب ليفربول وموناكو السابق ولاعب الوسط الفرنسي كانتي نجم تشيلسي السابق اللي كسب معاهم بالمناسبه دوري ابطال اوروبا. الحقيقه اسماء كتيره وكلها تقيله وكلها مهمه وكلها مميزه، هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله يعني في حاله ما يعني يتحدد الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم هو المحتمل طبعا ان يكون اتحاد جده ان شاء الله، واكيد بنتمنى لفرقتنا كل التوفيق في اللي قادم. عايز بس اقول سريعا انه في ظاهره غريبه شويه كانت ملفته للنظر في الجولات الاخيره لكل الانديه على فكره اللي هتشارك في منافسات كاس العالم للانديه، كلها تقريبا بدون استثناء تعثرت اما بالتعادل او بالخساره في اخر الجولات، اولهم اتحاد جده شخصيا اللي خسر اخر لقاء ليه في الدوري السعودي امام ضمك بثلاثيه مقابل هدف وحيد في ماتش كان يعني غريب قوي الحقيقه. اول مباراه كمان جايه بالنسبه له هتكون طبعا مواجهه اوكلاند سيتي النيوزيلندي، كمان خسر فلومنسي في الدوري البرازيلي امام جريمو، كمان خسر وراوا بطل دوري ابطال اسيا امام هانوي الفيتنامي في الجوله الاخيره من دوري ابطال اسيا، وفي الدوري المكسيكي خسر ليون امام كلوب امريكا. وزي ما قلنا يعني النادي الاهلي اكيد فقد نقطتين كمان هو الاخر امام شباب لوزداد الجزائري، واخيرا حتى المان سيتي خسر امام استون فيلا بهدف، لكنه هو طبعا الفريق الوحيد اللي تقريبا يعني لسه هيلعب قبل كاس العالم حوالي 3 مباريات ليه، اولها تمام طبعا امام لوتون تاون في الدوري الانجليزي، بعدها مع سيرفينا الصربي في الجوله الاخيره من دوري ابطال اوروبا، ثم مواجهه كريستال بالاس في الدوري الانجليزي قبل السفر للسعوديه لخوض مباراه طبعا دور نصف النهائي من مونديال العالم للانديه. فاللي بيحصل معانا بيحصل مع غيرنا، لكن في الحته دي مالناش دعوه بغيرنا، خلينا في نفسنا ونركز على اخطائنا ولازم نلاقي لها حل في اسرع وقت ممكن تاني وتالت ورابع، لان اللي فات كوم اللي جاي كوم تاني خالص. على صعيد اخر، طرح مجلس ابو ظبي الرياضي التذاكر الخاصه ببطوله السوبر المصري كاس النخبه، طبعا بمسماها وبشكلها الجديد بمشاركه 4 فرق هي الاهلي بيراميدز فيوتشر وكمان سيراميكا كليوباترا، واللي هتستضيفها طبعا دوله الامارات الشقيقه خلال الفتره من 25 الى يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري. اعلن مجلس ابو ظبي ان يوم 25 ديسمبر هو موعد مباراتي فيوتشر امام بيراميدز وكمان الاهلي امام سيراميكا كليوباترا في كاس السوبر المصري في نسخته الجديدة، ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر إن شاء الله طبعا استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي. وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي الرياضي فإن مباراة المركز الثالث هتكون يوم 28 ديسمبر، كمان ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم إن شاء الله، ويدشن مجلس أبو ظبي موقع إلكتروني خاص بحجز تذاكر المباريات هنشوفه مع حضراتكم على الشاشة عشان اللي منكم عايز يدخل ويشارك. امبارح كمان توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بلقب كأس السوبر المصري بعد ما فاز على الزمالك بنتيجة 26-24 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على صالة الشيخ زايد بن سلطان النهيان بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية الشقيقة. طبعا كابتن محمود الخطيب كان كالعادة حريص على تهنئة كل اللاعبين وأشاد بكل اللي قدموه وبدور الجهاز الفني، والحقيقة يعني قدم الفريق عرض قوي جدا في الشوط الأول حيث بدأ بتنظيم دفاعي وسرعان طبعا ما تحول إلى تنفيذ الهجمات المرتدة. الحقيقة كان في تألق لكل الاطراف، تألق عبد الرحمن طه حارس طبعا مرمى الفريق، تصدي ممتاز لكثير جدا من الاهداف المحققه الحقيقه، بينما سجل ياسر سيف ومحسن رمضان واحمد هشام سيسا وعمر خالد كاستيلو، يعني هم كل واحد فيهم على حده سجل مجموعه من الاهداف الحاسمه لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجه 12-11. الشوط الثاني شهد استمرار تفوق رجال يد النادي الاهلي وتألق احمد عادل واحمد خيري وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد لاشين، وتنوعت الهجمات في النادي الاهلي ما بين الاختراقات المؤثره وكمان التصويبات بعيده المدى، ورغم عوده الزمالك وادراكه للتعادل الا ان الفريق عرف يستعيد توازنه من جديد ونجح في انه ينهي هذه المباراه لصالحه بنتيجه 26-24 ليحصد اللقب للمره الاولى في تاريخه، طبعا انجاز مشرف جدا.
وجه زي ما قلت لحضراتكم الكابتن محمود الخطيب التهنئه لكل اللعيبه، كل لعيبه الفريق الاول لكره اليد، رجال وجهازهم الفني والاداري وحتى الطبي بمناسبه الفوز ببطوله كاس السوبر المصري، واشاد بالاداء المتميز لكل اللاعبين وبروحهم العاليه خلال هذه المباراه، واكد رئيس النادي على سعادته الغامره وتقديره لكل ما قدمه اللاعبين وجهازهم الفني من جهد كبير استحقوا بموجبه هذا اللقب عن جداره وعن استحقاق. كمان هنأ جماهير النادي الأهلي بهذه البطولة وأشار إلى أن التتويج بالسوبر بيحمل عناصر الفريق طبعا مسؤولية أكبر بكتير تجاه ناديهم وتجاه جماهيرهم الوفية التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وعظمة جمهور النادي الأهلي. تعالوا بقى نروح لأبطال السلة رجال اللي توجوا بدوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخهم، والحقيقة يعني قدمنا مباريات قوية جدا 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 حتى لقاء سموحة. عموما تعالوا نتابع كده مع حضراتكم من خلال هذا التقرير تعليقات اللاعبين عقب التتويج، تابعوا معنا. مبروك علينا كلنا طبعا، بطولة مهمة، بنحافظ على البطولة الرابعة على التوالي، دي حاجة إنجاز جميل. بالنسبة للمقدمة يسعدني إن أنا يبقى طرف في المناسبة الجميلة دي ولادي محمد ومؤمن ودور إيجابي، يعني كمان مش دورهم قليل، لا مهمين في الفرقة دي، حاجة تشرفني، حاجة الواحد بيبقى فخور بيها على تعب السنين، بقى عنده كمان بذرة تقدر تكمل نفس المشوار. يعني احنا بتوع بيزك، احنا بتوع رولز، شغلتنا يعني زي ما بيقولوا، يعني الحمد لله رب العالمين ما فيش حد اتكلم عليهم قال المهارة قليلة، الستايل وحش، البيزك بتاع لعب كرة السلة هجوميا ودفاعيا الموضوع مريح سهل، يعني زي ما بيقولوا ده المكسب في الكواليتي بتاع الاثنين. نصايح عامة بقى، النهارده بدافع وحش، النهارده الباصة دي متأخرة، لا نسبتي، يعني المجمل بتاع كل جيم، ومتعودين هم من صغرهم كده، كنا دايما بناخد المشكلة فين ونقعد نصلحها على جنب. ربنا يحفظهم، أنا ببقى سعيد إن الميديا والناس وأصحابي الناس كلهم ربنا يحفظهم رقيهم، يعني الكلام من الشكل ده الواحد بيبقى سعيد فخور. يعني اول حاجه احنا يعني كان الترك بتاعنا ان احنا نخش المرتبط نكسب كل الماتشات، ده لينا احنا غير الفيرست تيم، وان احنا نساعدهم ان احنا كل ماتش ناخد الماتشين عشان يبقى هما نسهل الامر عليهم لو حصل مثلا خساره او كده. الماتش ده يعني اخر ماتش للمرتبط في الجيل، يعني جيل 2006 2007، فطبعا الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان بالذات اخر كوارترين يعني كان هم كسبانين، ونحاول نعوض لان عايزين برضو نكسب ماتشين ونساعد الفيرست تيم ان هم ما نبقاش خسرانين. احنا الفرقه بقى لها حبه بتشتغل، بقى لنا فتره طويله جدا مع بعض، دي ثالث سنه مع الكوتش. الحمد لله يعني واكلين الاخضر واليابس زي ما بيقولوا، ان شاء الله هنكمل على كده باذن الله. والله احنا طبعا مفتقدينهم لان احنا هم بيدونا دافع قوي جدا في الماتشات، بس يعني انا اقدر اقول لهم ان احنا لسه عندنا كتير قوي نقدمه ليهم، وان شاء الله بقيه السيزون لسه طويل، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. بالنسبه لنا البطوله دي كانت مهمه، بطوله في اول الموسم، سكتنا كانت صعبه من اول ما ابتدينا في المرتبط، سكتنا كانت الزمالك في دور الثمانيه والاتحاد في دور الاربعه، ما كانش سهل خالص ان احنا نوصل فاينل، بس كنا مركزين وكنا بنتمرن كويس، استعدنا كويس للماتشات، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل فاينل ونكسب البطوله. بالنسبه لي طبعا دي تاني طول مع النادي الاهلي في اقل من 3 شهور، فدي طبعا حاجه بالنسبه لي بدايه كويسه، زي ما بيقولوا وش حلو مع الفرقه، ماشي معاهم كويس، لسه ما اتسجمتش قوي، بس ان شاء الله قدامنا فتره كبيره في التوقف بتاع المنتخب، نقدر نستعد كويس، والاهم بطولتين في السنه من رايي انا، يعني بطوله افريقيا وبطوله الدوري. الله يبارك فيك، الحمد لله زي ما قلتي المرتبط الرابع على التوالي، يمكن دي حاجه صعبه جدا. احب اشكر اللعيبه الرجاله، يمكن في الاول خسرنا ماتشين سبورتنج، بعد كده كسبنا الزمالك ماتشين ورا بعض، كسبنا الاتحاد، كسبنا سموحه، الطريق ما كانش اسهل حاجه، بس عشان تكسب بطوله زي دي لازم يبقى يعني لازم تكسب كل الفرق الجامده، فالحمد لله على المكسب، وبشكر طبعا فريق مرتبط اللي خلص البطوله من غير ولا هزيمه، فالحمد لله يعني، وان شاء الله تدينا دافع للثلاث بطولات اللي فاضلين في الموسم، الكاس وبطوله افريقيا والدوري طبعا. الحمد لله بطوله كانت صعبه جدا، ابتديناها باداء مش كويس قوي، كان عندنا اصابات واجهاد بعد كاس العالم انديه وبطوله العربيه والسوبر، خسرنا ماتشين وخدنا الطريق الصعب، بس الحمد لله كنا قدها ورجاله وقدرنا الحمد لله نتوج بالبطوله، والحمد لله بنشكر جمهور الاهلي يعني ان هو كان داعم لينا الفتره اللي فاتت. طبعا احنا مع بعض بقالنا فتره،
الكيمستري بينا بتزيد. احنا يعني ما كناش هنكسب كل اللي احنا كسبناه ده لو مش بنحب بعض وبنشجع بعض والروح بينا كويسه. دي بتبقى حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. احنا ما يعني ما فيش حد بيفكر في نفسه، كل واحد اهم حاجه الفريق، ودي يمكن اكتر حاجه بتميزنا الفتره اللي فاتت. كلمه حق لازم تتقال، زي ما عندنا لعيبه عظيمه في النادي الاهلي في الفرق المختلفه، كمان عندنا جمهور عظيم، وجمهور النادي الاهلي لوحده الحقيقه كفيل ان هو ينجح اي فريق بيشجعه. احنا بنتكلم على جمهور استثنائي بالمعنى الحرفي للكلمه. طبعا اصداء الفوز على سموحه كانت كبيره جدا، وزي ما سمعنا كلمات ورسائل من اللعيبه نفسهم، تعالوا بقى نشوف الجمهور عبر عن فرحته ازاي، ووجه رسائل محتواها ايه لكل اللعيبه اللي الحقيقه كلهم بدون استثناء قدموا اداء ولا اروع وقدروا يسيطروا على اللقاء وحسم الفوز. تعالوا نشوف الجمهور قال ايه. اتفضل. طبعا احب اوجه لهم يعني كملوا زي ما هم، وعجبني روحهم جدا كتيم مع بعض، يفضلوا كده وان شاء الله هيكسبوا كل البطولات اللي جايه. اوجه لهم ان هم يحاولوا يحافظوا على المستوى ده، وان هم عملوا مجهود كبير جدا، وان هم عرفوا ان هم يعوضوا بعد ما خسروا ماتش الاتحاد وجابوا البطوله، وان هم يفضلوا بالمستوى ده ان شاء الله وياخدوا كل البطولات السيزون ده. ان هم ان شاء الله يفضلوا كده لحد اخر السيزون ويفضلوا مع بعض وكده، ان هم بعد ما خسروا اول ماتش الاتحاد قدروا يعوضوا وكسبوا تاني ماتش وكسبوا فرق سكور حلو تاهلوا للفاينل وكده، وان شاء الله يكسبوا بقيه البطوله بتاعه السيزون. انا اتفرجت على الماتش امبارح بجد كان حلو قوي، هم تعبوا جدا وكان يعني مجهودهم باين جدا في الماتش، وبجد بتمنى لهم الخير دايما في الماتشات الكتير قوي دي، ان هم يكملوا على كده عشان يجوا لنا بطولات اكتر ويخلوا الروح ما بينهم حلوه كده. وطبعا احنا كسبنا عشان الروح يعني بره البنش جوه الملعب. يعني الماتشات كان الفريق بيلعب كله بروح عاليه وكله باصص للفريق، ما حدش باصص لنفسه، وان شاء الله ربنا معانا في اللي جاي ونكسب البطولات اللي جايه ان شاء الله. نفضل مكملين زي ما احنا عشان احنا متعودين ان احنا ناخد رقم واحد في البطولات كلها. احب طبعا ابارك لجمهور النادي الاهلي واللاعبين، انا عارف منهم كذا لاعب على المستوى الشخصي، بس الفريق له 18 سنه وانجاز كبير اللي هم يكسبوا الدوري 4 مرات ورا بعض و9 مرات كده في تاريخهم، وده انجاز يحسب للنادي الاهلي وان شاء الله يستمروا في النجاح ده. شايفه ان هم يستحقوها عشان كلهم لعبوا تيم ورك كويس مع بعض، وكمان المرتبط الصغيرين ساعدوهم ان هم يعملوا كده، ولسه عندنا كتير قوي من البطولات ان شاء الله كلهم يتحققوا، ومحدش فكر في نفسه يعني كل واحد لعب كتيم ورك عشان كده خدوا البطوله. شايفه ان هم كانوا بيلعبوا حلو قوي وكان عندهم تيم ورك كويس قوي، وكان الروحهم الحلوه هي اللي خلتهم يستحقوا يكسبوا 4 سنين ورا بعض. برضه كلمه حق جديده لازم تتقال. الحقيقه مصر في اخر كام سنه عامله شغل اكتر من رائع على صعيد حسن تنظيم واستضافه كبريات الفعاليات الرياضيه، سواء كانت قاريه او حتى دوليه، كؤوس عالم اتنظمت في مصر، بطولات عالم اتنظمت في مصر في رياضات مختلفه. والحقيقه احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا عندنا بنيه تحتيه رياضيه تسمح لنا ان احنا نستمر كمان في هذه النجاحات. من الاخبار الحلوه اللي عايزين نعرفها لحضراتكم ان مصر فازت بتنظيم واستضافه بطوله 2024 لجمباز الايقاعي والايروبيك، وهتتلعب طبعا الفعاليات في مدينه شرم الشيخ. اعرب الدكتور ايهاب امين وهو رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وايضا هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أوضح أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية في جميع المحافل الرياضية ولا سيما الجمباز بصفة خاصة، وقال أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها دول العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية. حاجة محترمة جدا جدا جدا، واحنا نقدر اهو يا حضرات يعني عندنا قدره ونقدر بالفعل. وخلي بال حضراتكم مش احنا اللي بيعجبنا حنا والسلام، لا ده في اشادات يعني كل مره كانت مصر فيها وعلى مدار السنين الاخيره كل مره استضافت مصر فيها بطوله ما، كاس عالم ما، بطوله عالم ما في رياضه من الرياضات، الكل الحقيقه كان بيغادر الاراضي المصريه ويعني واول ما يوصل بلده بيشيد بمصر وبيشير الصور اللي هو التقطها في مصر ويتكلم عن حسن تنظيم طبعا فعاليات البطوله في مصر والجو في مصر والمصريين نفسهم، فحاجة عظيمة جدا عايزين نحافظ عليها بل ونزود منها كمان الفترات الجاية بإذن الرحمن. اللي اتقال لغاية دلوقتي مش أكتر من مجرد فتح كلام، لسه عندنا كلام كتير ولسه عندنا موضوعات كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها بمجرد عودتنا من هذا الفاصل. خليكم معانا. عودة على 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة، حيث تتواجد زميلتنا سالة حامد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهي جاهزة طبعا عشان تقول لنا إيه الأخبار وآخر المستجدات. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي.
صباح الفل يا كريم. طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة طبعا من 10 الصبح في الأهلي في بداية الأسبوع. وزي ما انت قلت يا كريم حاليا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم كل الأمور والأخبار طبعا متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وكالعادة خليني نبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا لفريق النادي الأهلي. ويمكن امبارح يا كريم كانت بداية استعدادات فريق النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم واللي مقامة طبعا في السعودية من يوم 12 ليوم 22 ديسمبر. امبارح الفريق من بعد مباراة شباب لوزداد بدأ التدريبات وبدأ الاستعدادات فورا على ملعب مختار التتش. امبارح الفريق يعني فريق خاض التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش. وامبارح يعني التدريبات طبعا كانت في البدايه بدا مستر مارسيل كولر بمحاضره مطوله مع جميع لاعبي النادي الاهلي الحديث طبعا عن الفتره اللي جايه وبطوله كاس العالم الانديه والاستعدادات ليها. كمان بعد المحاضره جميع اللاعبين اللي شاركوا طبعا في مباراه شباب لوزداد يعني شاركوا في بعض التدريبات الاستشفائيه وباقي اللاعبين شاركوا في بعض الوحدات التدريبيه المتنوعه طبعا على ملعب مختار التتش. كمان يعني جميع حراس المرمى سواء طبعا مصطفى شوبير او مصطفى مخلوف وحمزه علاء يعني ادوا برضو بعض التدريبات تحت قياده مستر ميشيل يانكن طبعا مدرب الحراس المرمى. وكمان يعني رضا سليم ومحمود متولي على هامش المران يعني نفذوا البرنامج التاهيلي الخاص بيهم طبعا للتخلص من الاصابه. يمكن طبعا يعني كانوا بيجروا حول ملعب مختار التتش وكمان نفذوا بعض التدريبات طبعا اللي موجوده في برنامج التاهيلي وده طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق. فكانت التدريبات يعني بشكل عام التدريبات كانت ماشيه بشكل طبيعي امبارح والنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه. الفريق هيتمرن في الفتره الصباحيه وبعد كده يعني هيتجهوا للسعوديه طبعا للدخول في معسكر مغلق هناك قبل يعني قبل ما يبداوا استعداداتهم او يعني المواجهات بتاعتهم في بطوله كاس العالم للانديه. يمكن ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي اول مباراه هتكون يوم 15 ديسمبر والنادي الاهلي هيكون مستني طبعا الفائز من مباراه اوكلاند سيتي النيوزيلندي وطبعا اتحاد جده السعودي. ويمكن اول مباراه هتكون يوم 15 طبعا ديسمبر. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وطبعا خليني ابارك يا كريم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي فوز رجال كره السله تحت قياده مستر اوغستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا الفريق يعني شفنا اول امبارح فاز بمباراه الدوري المرتبط لكره السله المره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي. وكمان خليني برضو ابارك لك امبارح على فوز يعني رجال كره اليد اللي فازوا طبعا بمباراه السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجه 26-24. بس خليني طبعا اتكلم في الاول على كره السله. يمكن طبعا شفنا يعني الفريق كره السله قدم يعني اداء قوي ومتميز طوال يعني جميع المباريات في بطوله المرتبط خاصه فريق المرتبط ويعني لعيبه نادي الاهلي تحت 18 سنه ادوا اداء يعني جيد واداء قوي بالاخص يعني طبعا في مباراه اتحاد السكندري اللي كانت متواجده في الاسكندريه واللي ساهمت بشكل كبير جدا طبعا في تاهل نادي الاهلي لمباراه النهائي. وشفنا ايضا في مباراه النهائي يمكن المباراتين بالنسبه لفريق المرتبط امام سموحه كانت يعني مباراتين يعني كاداء كان اداء قوي فنيا كانت المباراه قويه ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في المباراتين وايضا الرجال فازوا في المباراتين. شفنا يعني كانت اجواء يعني رائعه كانت متواجده في الصاله في صاله الدكتور حسن مصطفى. وكمان شفنا يعني لافته رائعه من او موقف رائع طبعا من جميع لاعبي النادي الاهلي في الفريق وهي انه لما راحوا طبعا بالكاس للدكتور هشام العمري شقيق طبعا معالي الوزير ونائب رئيس النادي الاهلي العمري فاروق لما راحوا له طبعا بالكاس وكانوا بيهدوا الكاس على تواجده بالتاكيد في الصاله. ويمكن تواجده ووجوده في الصاله كان ليه معنى كبير طبعا جدا يا كريم معنى كبير جدا. وان شاء الله ان شاء الله يعني نشوف كمان معالي الوزير العمري فاروق قريب ان شاء الله متواجد في وسطنا ومتواجد في الصاله ودايما بيدعم جميع الفرق الالعاب الصالات زي ما متعودين منه دايما. وان شاء الله يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لبيته ولاهله وللنادي الاهلي بالسلامه.
ده بالنسبه لكره السله. خليني بقى اروح لكره اليد، ويمكن طبعا شفنا امبارح المباراه يا كريم، مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بفارق نقطتين على نادي الزمالك. كانت ايضا مباراه فنيا قويه جدا سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. المباراه طبعا اللي كانت مقيمه في الامارات، ويمكن دي اول مباراه او اول لقب للسوبر بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه. طبعا ببارك لك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي. شفنا تالق العديد طبعا من اللعيبه، سواء طبعا حارس النادي الاهلي عبد الرحمن طه، او طبعا محمد ابراهيم، سيسا، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، يعني جميع اللاعبين، طبعا محمد لاشين، جميع اللاعبين تالقوا امبارح في المباراه. والنهارده ان شاء الله يعني هيرجعوا للقاهره يعني حوالي الساعه 4 او الساعه 5 بعد العصر هيكونوا متواجدين هنا في القاهره. ولكن الفتره الجايه ان شاء الله هيكون في توقف دولي بالنسبة لجميع اللاعبين، وطبعا هيكون في معسكر لمنتخبنا الوطني في المركز الأولمبي في المعادي. فإن شاء الله يعني لحد شهر 2 هيكون في توقف دولي بالنسبة لجميع لاعبي النادي الأهلي، لأنه في شهر 1 هيكون في بطولة أفريقيا لكرة اليد. كمان يعني خليني أتكلم عن كرة اليد بالنسبة للسيدات، أيضا هم في توقف دولي وفضل يعني 4 أيام على المعسكر لمنتخبنا الوطني. يمكن في المعسكر ده يا كريم عندهم مباراتين يعني وديتين، سواء مع منتخب الجزائر أو مع منتخب الكونغو. ان شاء الله يمكن دي المباريتين بالنسبه لي يعني سيدات كره اليد، عشان طبعا يجهزوا الفتره القادمه للمشاركه في جميع البطولات. ده طبعا على مستوى منتخبنا الوطني او على المستوى الدولي. كمان يعني خليني اروح لكره السله سيدات، ويمكن ان شاء الله هيبداوا او هيرجعوا تاني للمنافسات بالنسبه لجميع البطولات. ان شاء الله البدايه هتكون من بعد يعني طبعا مباراه السوبر واللي اخذوها على حساب نادي الجزيره. الفتره الجايه ان شاء الله هيبداوا المنافسات في بطوله منطقة القاهرة، نادي الأهلي إن شاء الله في مجموعته مع نادي الجزيرة وهليوبلس مصر التأمين والشمس. وإن شاء الله ده هيكون الدور النهائي، بدايته هتكون يوم الأربع اللي جاي، وأول مباراة بالنسبة لفريق نادي الأهلي هتكون أمام نادي مصر التأمين، وهتقام في تمام الساعة 4 عصرا على صالة استاد القاهرة. وجميع المباريات يعني الأربع مباريات هتكون على صالة استاد القاهرة سواء الساعة 4 أو الساعة 6. وطبعا أول مباراة هتكون مع مصر التأمين، تاني مباراة مع هليوبلس، ثالث مباراة مع نادي الشمس، ورابع مباراة هتكون مع نادي الجزيره. وطبعا لو نادي الاهلي ان شاء الله فاز في جميع المباريات من ده الدور النهائي هيفوز ببطوله منطقه القاهره. ده طبعا بالنسبه لسيدات كره السله. استكمالا طبعا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه بالنسبه لكره الطايره، يمكن امبارح فازوا يعني الماسترز او رجال كره الطايره على حساب نادي بتروجيت، وده طبعا كانت المباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري. يمكن فاز يعني رجال الماسترز بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وطبعا المباراه كانت مقاومه هنا على صاله الامير عبد الله فيصل داخل لمقر النادي. ان شاء الله يعني طول الاسبوع ده هيكون في راحه بالنسبه للرجال من المباريات، وان شاء الله اول مباراه هتكون الاسبوع اللي جاي يوم السبت، هتكون امام نادي الترسانه في تمام الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله فيصل داخل مقر النادي. وكمان يعني السيدات او فتيات اللي ذهب سيدات كره الطايره يعني اول امبارح كان عندهم مباراه يوم الجمعه مع نادي اصحاب الجيات، وانتهت ايضا بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. وايضا يعني الاسبوع ده هيكون في راحه من المباريات، ويوم الاثنين الجاي عندهم مباراة مع نادي وادي دجلة، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن دي يا كريم طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا ببارك لك تاني على الفوز ببطولة المرتبط لكرة السلة ومباراة أو طبعا بطولة السوبر لكرة اليد. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. يا ريت كنت بكتب وراكي كام مره قلت فيها كلمه فاز، يعني ده عشان برضو يوضح للناس، وبالارقام بقى وبالاعداد كميات المباريات اللي بتفوز فيها او بتفوز من خلالها فرق النادي الاهلي يعني المختلفه، حاجه عظيمه جدا. اكيد انت بتبقي بحكم تواجدك الدائم برضو هناك في النادي يا ساره، لمسه بنفسك حتى ردود افعال الناس نفسها اللي هو اعضاء النادي، فكره ان احنا بننتمي لكيان محترم بالشكل ده، كيان قوي للدرجه دي، كيان كلمه فاز هي قاسم مشترك في اي خبر يخصه، يعني بتشوفي ايه من الناس ومن الاعضاء في هذا الاطار؟
والله يا كريم طبعا زي ما انت قلت يمكن يعني اللي في حاله من الفرحه موجوده في النادي بالاخص طبعا لما يعني مش غير كره القدم طبعا بقى في فرحه يعني دي استثنائيه بالنسبه لكره القدم فرحه يعني جميع اعضاء وجماهير النادي الاهلي ولكن لما بنروح بقى الالعاب الصالات او الالعاب الاخرى بنشوف بقى فرحه ثانيه خالص فرحه مختلفه الناس يعني بتكون متابعه بشكل جيد لجميع الالعاب الصالات وبيكون في فرحه كبيره جدا لما بيفوزوا في المباريات يمكن طبعا بالنسبه لبطوله المرتبط وبطوله السوبر يمكن ردود افعال الناس يعني فرحانه ومبسوطه يمكن يعني بيقولوا دايما انه يعني الفتره اللي فاتت والمجهود الكبير اللي كان مبذول طبعا في الملف يعني العاب الصالات يعني والفوز بجميع المباريات ده دليل على نجاح منظومه يعني سواء كره اليد او كره السله وكره الطايره نجاح يعني جميع المنظومات دي وجميع القطاعات داخل النادي الاهلي في مجهود كبير جدا والكل طبعا مهتم انه احنا لازم ان شاء الله نفوز بجميع المباريات الكل فرحان والكل مبسوط والكل كمان عنده ثقه وشايف ان جميع اللاعبين على قدر المسؤوليه ان شاء الله ان هم يفوزوا بجميع المباريات يعني حتى لو في يعني طبعا مباريات في بدايه الموسم بالنسبه زي كره السله يمكن كان طبعا في مباريات او في بطولات يعني طبعا النادي الاهلي ما حصلش عليها ولكن عندهم ثقه ان شاء الله جميع البطولات الفتره القادمه النادي الاهلي يعني هيفوز بيها وهتتكتب طبعا في تاريخ النادي الاهلي الاستحواذ على جميع البطولات السنين اللي جايه ان شاء الله يا كريم. عايز اسالك على حاجه كمان يا سالا وانت دايما شاهد على العصر فيما يتعلق بالنقطه اللي هكلمك فيها الحقيقه يعني بالنسبه لجمهور كره القدم ومشجعي النادي الاهلي من رواد ومحبي كره القدم طبعا حدث ولا حرج يعني فيما يتعلق بنوعيه الجمهور الاهلاوي مش محتاجين نخوض في هذه التفصيله لكن يمكن مش كلنا بنقدر زي حالاتك انت شخصيا نحضر مثلا مباريات في كره اليد او كره السله او كره الطايره التشجيع في المباريات دي بيكون عامل ازاي يعني هل كواليتي جماهير النادي الاهلي في العاب الصالات مثلا نفس نوعيه جمهور النادي الاهلي في كره القدم زي ما انت قلت يا كريم يمكن طبعا ببقى حريصه اكيد التواجد يعني في جميع المباريات يعني في الصالات ببقى حريصه ببقى بحب اتفرج واشجع طبعا يعني جميع الفرق الرياضيه اللي طبعا خاصه بالنادي الاهلي سواء سله او طايره او طبعا يعني كره اليد وفعلا زي ما انت بتقول يمكن طبعا المشجع في كره القدم يعني هو المشجع في جميع الالعاب الاخرى نفس التشجيع نفس الروح اللي موجوده يمكن بشوفهم يعني دايما في يمكن طبعا بشوفهم في الصالة يعني بيشجعوا بروح جدا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة بيبقوا كمان مش بس يعني رجال كمان سيدات وأطفال يعني جميع الأعمار يعني المختلفة كانت بتكون موجودة في الصالة يمكن طبعا كنت موجودة في مباراة كرة السلة اللي فاتت مباراة الأهلي وسموحة دوري المرتبط يمكن الكل كان حريص إنه يتفرج على مباراة الدرجة الأولى وكمان مباراة يعني فريق المرتبط يعني طبعا اللعيبة الصغار تحت 18 سنة الكل كان حريص إن هو يتفرج وكانوا بيشجعوا يعني بروح عالية جدا وبكل جديه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه وكان عندهم ثقه ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز في الاربع مباريات في بطوله المرتبط حتى لو يعني طبعا يعني المباراه او الفوز يعني بس يستحق يعني مباراتين سواء الرجال او مباراتين الصغار ومباراه واحده الرجال لكن الكل كان عنده ثقه ان هم هيفوزوا في جميع المباريات وكمان بسكور وحتى شفنا يعني في مباراه المرتبط يمكن كان في شويه يعني في تقدم من نادي سموحه على نادي الاهلي وكان في فارق كبير جدا يا كريم حوالي 12 نقطه ما بين فريق الاهلي وسموحه في مباراة المرتبط 18 سنة الكل برضو شفتهم يعني بالأخص السيدات كانوا بيشجعوا بروح عالية جدا جميع اللعيبة عشان يرجعوا تاني ويعملوا كومباك تاني في المباراة وحصل فعلا الحمد لله رجعوا تاني وفزنا بمباراة أو يعني بطولة دوري المرتبط لكرة السلة فزي ما انت قلت مشجع كرة القدم نفس عقلية ونفس الروح مشجع يعني ألعاب الصالات أو جميع المباريات في ألعاب الصالات. بصي الجمهور ده يستحق الدراسة يعني حقيقة جمهور النادي الأهلي اللي دايما لا يكل ولا يمل من تشجيع النادي الأهلي وبالمناسبة يعني يمكن آلاف المرات كان لجمهور النادي الأهلي اليد العليا والكلمة العليا في تحقيق الفوز يعني ساعات كتير بيبقى اللي حقق الفوز هو الجمهور أكتر من اللعيبة. طبعا أنا بشكرك على طبعا التغطية الرائعة والكافية والوافية كالمعتاد زميلتنا العزيزة سالا حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة كل الشكر ليك. تعالوا نقف شوية حضرات عند محترفينا عند لاعبتنا المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة وطبعا لازم تكون البداية كما هي العادة مع محمد صلاح وإحنا بنعمل ده غصب عننا ما هو من اللي هو بيعمله محمد صلاح الحقيقة أيقونة بكل ما تحمله كلمة أيقونة من معنى شخصية ملهمة من كل الزوايا الحقيقة يعني فعلا نموذج يحتذى به. صلاح مازال يسجل ويصنع كمان أهداف أمام كريستال بالاس ليصل لهدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي ويدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي وكمان
كمان بيصل لهدفه رقم 200 مع ليفربول في كل المسابقات ليصبح هو خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ هذا النادي الإنجليزي العريق. حقيقي لما نقول إن احنا بنعيش في زمن محمد صلاح مش بنبالغ بأي حال من الأحوال بالجملة دي. محمد صلاح الحقيقة دايما بيصعب المهمة على كل اللي جايين بعديه، لأن هنرجع ونقول الصعب مش مستحيل. هو حط لنفسه هدف ووصل للهدف ده نتيجة الاجتهاد، ولكل مجتهد النصيب بطبيعة الحال. فالحقيقة محمد صلاح من الناس اللي مشرفانا دايما، وعلى فكرة مش لوحده، كمان امبارح كان في تألق ملحوظ لعمر مرموش مع فريقه طبعا انتراخت فرانكفورت، وسجل أول أهدافه في شباك بايرن ميونخ، قدم مباراة رائعة ورفع رصيد أهدافه لثمان أهداف في مسابقة الدوري. بس اللافت للنظر الحاجة الغريبة في نتيجة هذا اللقاء إن الماتش ده خلص 5-1 لصالح انتراخت فرانكفورت. طبعا دي نتيجه تقيله قوي وكبيره قوي على فريق عملاق وليه تاريخ زي بايرن ميونخ، يعني حقيقه كانت مفاجاه مدويه. كمان مصطفى محمد سجل في شباك باريس سان جيرمان رغم خساره فريقه، وطبعا حاجه عظيمه قوي لما نلاقي اسماء لاعبتنا المصريين بتنور الدنيا وبيشاد دايما بادائها في كل الدوريات الاوروبيه اللي هم بيحترفوا فيها. يا رب يديمها علينا نعمه يا رب ان شاء الله. وكمان نشوف لهذا التالق انعكاس مع منتخبنا، احنا محتاجين نشوف نفس الاداء بحذافير لكل لاعب محترف من لاعبتنا المصريين مع منتخبنا الوطني كما يستحق منتخبنا الوطني. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. فقرتنا دي بقى هنتكلم من خلالها عن منتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين وعن مشاركاته الدوليه. هنتكلم كمان عن كل تفاصيل هذه اللعبه وتحدياتها بشكل عام مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن هديل رسلان مدربه منتخب مصر للمكفوفين لرياضه القوس والسهم، وكمان منورانا صفاء سامي بطله منتخب مصر لرياضه القوس والسهم للمكفوفين ولاعبه في نادي فروسيه الحرس الجمهوري، وكمان المصنفه في المركز التاسع على مستوى العالم. يعني معانا بطله عالم يا حضرات الفقر دي، منورين الدنيا. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ منورانا يا صفاء. نور حضرتك. سعداء بوجودك ومتشرفين بالانجازات اللي انت بتحققيها، وهنتكلم بقى معاكي في التفاصيل. بس هستاذنك نبتدي مع كابتن هديل والانجازات الكبيره اللي بتتحقق في هذه الرياضه برغم اكيد المعوقات اللي انتوا بتضطروا تخوضوا فيها. تقولي لنا ايه في النقطه دي في البدايه؟ هو اولا رياضه القوس والسهم المكفوفين مفيش فيها اي صعوبه خالص، كل ما الا اللعبه دي محتاجه ان المدرب يبقى عنده طوله بال، واللاعب يبقى عنده ان هو يعني قابليه ان هو يستقبل المعلومه من المدرب. فالاساس المدرب عليه دور كبير جدا عشان يعرف يوصل المعلومه للكفيف. فانا من وجهه نظري ان انا شايف رياضه القوس والسهم سواء للمبصرين او للناس المكفوفين بصفه عامه هي رياضه الكوتش عليه عامل اساسي، لازم يكون عنده صبر وطوله بال. صبر وطوله بال هيعرف يوصل معلومه لاي لاعب قدامه ايا كان الوضع اللي هو فيه. ليس طب وطبيعه بطلاتنا، تعالي ناخد صفاء شخصيا كنموذج وكمثال، طبيعه البطلات المصريات في الرياضه دي عامله ازاي ومدى اختلافهم عن المنافسين من دول ثانيه؟ عزيمه واصرار، ما اقدرش اقول اكتر من كده. عزيمه واصرار، ما اقدرش اقول اكتر من كده. طب ممكن يبقى كل عندهم نفس العزيمه والاصرار، بس ايه اللي بيدي الابطال احنا الخصوصيه الشديده دي دايما؟ الخصوصيه ان هو رغم ان في عزيمه واصرار تكون اللاعبه مؤمنه من جواها ان هي هتعرف توصل لحاجه سواء لاعب او لاعبه. ممكن يكون عندي عزيمه واصرار بس ما عنديش ثقه في نفسي. فعزيمه واصرار وتكمله ليها ثقه بالنفس بتيجي منين؟ لما المدرب بيوصلها للاعب بيعرف يهيئه صح في اللعبه، بتلاقي تلقائي اللاعب مثلا طول ما هو قاعد في البيت ماشي عمال يفكر في كلام الكوتش بتاعه. مثلا طريقه معينه مثلا بيقف وهو واقف بيلعب اللعبه، تفاصيل معينه بتبقى بتوصل للمدرب بتروح للاعب وهو قاعد عشان عايز يثبت نفسه بيقعد يفكر في التفاصيل دي عامله ازاي. فبتلاقي من هنا في ثقه، انا عايز اثبت نفسي للكوتش ان انا المعلومه اللي اداها لي انا قدها، انا عايز انفذ المعلومه دي. فتلاقي قاعد مشغول غير لاعب تاني ما يروح مثلا يلعب رياضه عادي جدا فور فن، خلاص اخذ المعلومه خلاص هي مش فارقه معايا كتير. فهو عزيمه واصرار وثقه بالنفس الى لا نهايه. عظيم. صفاء بجدد الترحيب بيك، انت منورانا النهارده، وعايزين نعرف منك بقى بدايه كده بدايتك في ممارسه الرياضه دي. هل يعني كانت دي بدايتك القوس والسهم ولا مارستي اي رياضه ثانيه في الاول؟ لا، هو انا اول رياضه العبها كانت رياضه القوس والسهم، انا بلعبها من شهر 3 اللي فات. فكنت عايزه العب اي رياضه تخص المكفوفين، وقعدت ابحث كتير ان انا ايه الرياضات اللي تنفع للمكفوفين، لان طبعا مش اي رياضه تنفع للمكفوفين. فقعدت ابحث ايه هي الرياضه اللي ممكن ان احنا نلعبها ما يبقاش فيها خطوره علينا، ما يبقاش فيها صعوبات علينا. فلقيت دخلت كده على السوشيال ميديا وبحثت، لقيت ان لعبه القوس والسهم بتتلعب بشكل كبير جدا بره، وفي ناس بتنافس وفي ناس بتخش بطولات عالميه. طب ليه انا ما اعملش كده؟ طب اسال هل في مصر بتتلعب اللعبه دي ولا لا؟
دخلت على السوشيال ميديا وكتبت في جروب يعني على الفيسبوك، هل اللعبة دي بتتلعب في مصر؟ دخلت لي مدربة وقالت لي اه فعلا اللعبة دي بتتلعب في مصر في نادي فروسية الحرس الجمهوري. اتوجه يعني على النادي، اتوجهت للنادي للمدير الفني للعبة هناك، وهو قال لي لا احنا عاملين فعلا فريق للبلايند ان هم بيلعبوا اللعبة دي فعليا، فضمني لي. وكانت من نصيب يعني كابتن هدير رسلان هي اللي كانت مسؤولة عن تدريباتي من اول من بداية ان انا دخلت اللعبة دي. جميل. ومركز التاسع على مستوى العالي، يعني برضو عايزين نعرف منك ملابسات الانجاز المحترم اللي انت حققتيه ده، كان في بطوله فين واتلعبت فين ونوع المنافسه فيها كانت واصله لفين؟ هي البطوله اتلعبت في انجلترا. المنافسه كانت كنا احنا 14 لاعب ولاعبه. المنافسه يعني احنا كانت طبعا دي اول بطوله لينا، اول بطوله عالميه، وحتى كمان ما دخلناش بطولات محليه، كانت اول بطوله عالميه غير ما ندخل اي بطولات محليه في مصر. فان انا اوصل ان انا اخش بطوله عالميه اول ما ابدا من شهر 3 واخش البطوله في شهر 8 كانت بالنسبه لي يعني لازم اثبت حاجه، يعني لازم الكوتش ادتني دعم غير طبيعي ان انا اقدها. يعني حتى انا كنت بقول لا طب ازاي انا هعمل ده، لا يعني ثقتي كانت فيها يعني جامده جدا ان هي قالت لي لا هتقدري. انا جبت مركز تاسع، هو مش مركز حلو يعني، مش هو ده اللي انا كنت نفسي فيه، بس اول يعني كانت اول ليا بطوله واجيب فيها مركز تاسع، قلت لنفسي برضك انا عملت حاجه حلوه ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن من المركز التاسع. يعني احنا بنتكلم على مستوى العالم، يعني مركز تاسع على مستوى العالم دي حاجه حلوه قوي، مش مجرد حاجه حلوه، ونقطه انطلاق رائعه ان شاء الله، ممكن بعدها توصلي لمراكز متقدمه اكتر من كده كمان ان شاء الله، طالما عندك الثقه بالنفس اللي كنا بنتكلم عليها كابتن هديل والعزيمه، والحقيقه واضح ان هم متوفرين بوفره في حاله صفاء. طب واحنا بنتكلم كان في شويه صور كده نزلت معانا، عايزين برضو نعرف من حضرتك تعليقك عليها يعني وعلى تفاصيلها. الصور دي ايه؟ تمام، نتكلم عن اول صوره. اتفضل. الصوره الاولى دي ده ايد صفاء في ده المحدد. اوكي. في ده الستاند قصدي، ده سنسور. احنا عندنا في القوس والسهم كمبصرين بنستخدم نقطه التنشين بتاعتنا، بننشن بايه حاجه اسمها سايت. سايت ده في سن البن، سن البن ده بيبقى عند عينينا بننشن بيه. اوكي. عشان نعوض ده عند الكفيف بنستخدم ايه؟ بنستخدم محدد وستاند. ده الستاند اللي في الصوره، واللي طالع منه القلم ده سنسور بيجي عند ايديها كده في العظمه اللي هي قبل العظمه اللي هي عند الايد من هنا. فدي اللي بتحدد الوقفه بتاعه اللاعبه، دي جزء، ولسه في جزء تاني واحنا بنشوف الصور. المحدد ده ارم جارد، دي ادوات الحمايه بتاعه رياضه القوس والسهم لازم تلبسها. الارم جارد ده سيفتي ليه، عشان لما بتيجي تمسك القوس وبتسيب الوتر لو هي زقه القوس دي انا اللزوم الوتر لا بيلسع هنا، فده سيفتي لايديها. الارم جارد سيفتي لايديها من هنا عشان حمايتها من لسعات الوتر. اوكي. شوف بقى الصوره اللي بعد كده. ده كويفر، ده بيتحط فيه الاسهم. صفاء بيبقى ليه حزام بيتربط على الوسط وبيتحط فيه الاسهم، حامل الاسهم. حلو قوي. الصوره اللي بعدها. ده بقى اللي تحت، ده المحدد. المحدد ده فايدته ايه؟ ده بنظبط مسافه الرجل زي مسافه الكتف، احنا عندنا في القوس والسهم بتاعنا حاجتين. استنى البن السايت، وعندنا مسافه رجلينا زي مسافه كتفنا، فبنعوض ده عند الكفيف ازاي؟ المحدد بنجيبه بنوقف اللاعب بنفتح له رجله زي اللاعب ده برده، مسافه رجله زي مسافه كتفه بالظبط. ده لاعب لسه مبتدئ في اللعبه، ودي لاعبه برده معانا. اوكي. تمام. هي تقريبا نفس الصور بتتعاد. طيب نرجع لك بقى يا صفاء واعرف منك يعني مين ابرز المنافسين اللي انت بتبقي دايما ايه عامله حسابهم وانت داخله قصادهم في اي بطوله، سواء محليين او يعني منافسين من دول تانية؟ انا بصراحه ما بحطش في دماغي اي حد، انا بنافس نفسي، انا بقول لنفسي كده يعني انا داخله اي بطوله. وكابتن هدير كانت يعني على طول تقول لي كده، انت بتنافسي نفسك، لو حطيتي في دماغك حد مش هتوصلي لحاجه. يعني انا عايزه اثبت لنفسي ان انا اقدر اعمل اوصل لاعلى المراكز، ما بحطش في دماغي اي حد خالص. هو طبعا ده عظيم من ناحيه، بس مش من ناحيه تانية برضو، واحضرينا كابتن هديل في التفصيله دي، مش برضو مهم ان اللاعب واللاعيبه يكونوا عارفين المنافسين بتوعهم واصلين لفين عشان كمان يحاولوا يعدوهم، يبقوا عارفين وضعهم ايه بالمقارنه بغيرهم؟ مش ده برضو ساعات بيبقى مطلوب؟ هو هقول لك على حاجه. اتفضل. هو مفيش مشكله ان احنا نعرف
نقاط القوة والضعف مثلا بالنسبة للخصم المنافس لينا، بس الفكرة في ايه؟ ان انا اعرف افصل، يعني ايه اخد مثلا اشوف هو ناجح ازاي او ايه النقط اللي بيقع فيها، ما الا ليس الا انت بتعرف الخصم بتاعك القوة والضعف النقاط اللي عنده. بس هي الفكرة ان اللاعب لو فضل شاغل نفسه وقت طويل، انا مثلا الاول مثلا عالم، ايه ده اول وانا اخير، انا ازاي هنافسه، حط في دماغه فكرة ان انا مش هعرف ان انا يعني اكسبه. لا، هي الفكره كلها اول، اكيد الاول ده دخل بطولات كتير، تمرينات كتيره جدا مكثفه، بقاله سنين بيلعب اللعبه، فانا مفروض بعرف الناس اللي بتكسب مثلا في البطولات، الخصم بتاعي بيبقى عامل ازاي، بس معلومات ليس الا، لكن المعلومات دي ما تاثرش عليا كلاعب، خلاص معلومات عرفتها بس كده، انا بقى بطور من نفسي كلاعب. اوكي، بس كمنتخب بقى بشكل عام، يعني المنتخب المصري في الرياضه دي واصل لفين؟ هو اولا زي ما قلنا هم البنات كانوا بيدربوا في شهر 3 اللي فات، وعملنا حاجه اسمها سيلكشن. سيلكشن ده يعني ايه؟ خلينا الاول نتكلم عن صفاء درجه اللي هي كفيفه، الناس الكفيفه درجات. أوكي. تمام، هي صفاء V1. V1 يعني ايه؟ يعني لا ترى الضوء. دي في الاتحاد الدولي لرياضه القوس والسهم للمكفوفين، في رولز كده نازله علشان تبقى تعرف تدخل البطوله وتعرف تنافس، في حاجه بتلبسها على عينيها اسمها عصابه او نظاره، ده شيء اساسي. في البطولات احنا لما رحنا طبعا انجلترا، ممكن اختصار كده للاتحاد اللي عمل الحاجات بتاعه المكفوفين دي، ده اسمه ابسا، انترناشونال بلايند سبورتس فيدريشن، ده الاتحاد الدولي لرياضات القوس لرياضات المكفوفين. الهدف منه ايه؟ دي منظمه، مش منظمه ربحيه، والهدف منها ان هي بتعمل جو بين ضعاف البصر والمكفوفين للاحتكاك للمجتمع. تم انشائها امتى؟ سنه 1980 كان مقرها في فرنسا، ودلوقتي مقرها الحالي في المانيا. اول بطوله عملتها للمكفوفين بصفه عامه كانت سنه 1998، كانت في اسبانيا في مدريد، واخر واحده اللي احنا كنا فيها في مدينه برمنجهام بانجلترا. طبعا بريطانيا معروف فيها ان هي نسبه المكفوفين فيها نسبه كبيره جدا، هم متمركزين بقى في برمنجهام في انجلترا. ده معناه ان هم متفوقين في الرياضه دي؟ طبعا، ده انجلترا الحاجة. اصلا انجلترا احنا كانت البطوله اللي احنا كنا فيها دي كان مشارك فيها 10 دول، العشر دول دي اكتر دوله مشاركه بعدد لعيبه، عدد اللعيبه اصلا من العشر دول 28 لاعب ولاعبه، انجلترا بس لوحدها 11 لاعب ولاعبه. الدوله اللي بعديها على طول ايطاليا، 5 لاعبين لعيبه، 5 و11 16 لاعب ولاعبه من دولتين بس، ال 12 لاعب ولاعبه التانيين من الثمان دول التانيين المختلفين. مصر بقى كان قوام المنتخب، مصر اتنين. اوكي، واحده منهم صفاء. ايوه، بس الفكره بقى التقسيمات بتاعه المكفوفين، صفاء V1 حضرتك عندك، V2 V3 عندك ضعاف البصر. اوكي، اللي شارك في ال V1 كانوا 14 لاعب ولاعبه من اصل 8 دول. فصفاء طلعت من ال 14، طلعت الترتيب بتاعها المركز التاسع. جميل. طب صفاء، يعني عرفينا اكتر على طبيعه يومك، يعني ما بين التمرين وبين حياتك بقى الشخصيه، يعني عرفينا اكتر عليك. هو انا حاصله على ليسانس اصول الدين قسم تفسير، دراستي يعني لسه مخلصه دراسه، ويعني من شهر 8 يعني السنه دي، فكانت يومي كان يعني انا كنت بروح التمرين واجي للامتحانات، من حبي للتمرين وحبي للقوس والسهم كنت بوفق بين امتحاناتي وبين القوس والسهم. يعني كنت بصحى الصبح اروح امتحاني، كان تمريني الساعه 3، وارجع اذاكر لامتحاني تاني يوم من كتر حبي. طب ماما تقول لي طب هتعملي ده ازاي؟ اقول لا انا حابه اللي انا بعمله. هي كانت مشاركاني، لا طب خلاص طالما انت حابه كملي، يعني ماشي يومي زي ما انت عايزه. الحمد لله واتخرجت وجبت تقدير جيد جدا، يعني كنت يعني التفوق الرياضي ما خدش من تفوقك الاكاديمي باي شكل من الاشكال. بالظبط. وطبعا اكيد على ذكر الوالده تحياتنا ليها لو بتتابع اكيد اللقاء ده، اكيد ليها دور كبير، واهل بيتك عموما يعني دورهم الداعم ليكي كان واصل لفين؟ انا ماما ما بتسيبنيش في تمرين واحد بس، يعني مثلا اقول لها طب يا ماما يعني ما تجيش معايا مثلا النهارده، لا انا معاكي، انا مش هقدر ان انا اسيبك. بابا نفس القصه، يعني بابا يعني يقول لي لا كملي في اللي انت هتعمليه. اخواتي نفس الكلام، اخواتي فخورين بيا جدا، يعني هم من دعمهم ليا مخليني اكمل في الحاجه اللي انا بحبها. وطبعا كابتن هديل دي يعني اقوى حاجه، يعني بجد انا مش عارفه يعني لو في شكر، مفيش شكر يكفيها والله. ده هي وشها احمر، هي خجلت من الكلمتين الحلوين اللي انت بتقوليهم، اتكسفت مننا يا صفاء، اتكسفت مننا. بس حقيقي يعني فعلا اكيد بيبقى كمان في علاقه انسانيه، بعيدا بقى عن مفردات وتفاصيل العلاقه بين المدرب واللاعب او اللاعبه، لا اكيد في علاقه انسانيه ليها خصوصيه شديده بينك وبين صفاء، وبينك وبين بقيه الناس اللي عندك في المنتخب.
اكيد طبعا. اولا انا اللاعب او اللاعبه اللي معايا في الفريق اول حاجه بتعامل معاهم زي اخواتي، اخواتي ما بزهقش منهم. ممكن مثلا لما اسعى عليهم مثلا في معلومه باسى بحب، هو عارف لو انا مثلا او هي عارفه ان انا لو زعقت لها هو مش القصد ان انا بهنها او بقل منها، انا شايفه مصلحتها فين، بس الزعل درج الزعيق درجات. ما ينفعش مثلا اجي على لاعب وهينه قوي لمصلحتي الشخصيه، مفيش الكلام ده. الفكره ان الكوتش لو اللاعب حس منه ان هو خايف على مصلحته وفارق معاه اللاعب اساسا مش مصلحته الشخصيه بتاعه المدرب نفسه، هتلاقي اللاعب بيطلع احسن ما عنده طبعا. لكن لو اللاعب حس ان المدرب بيتعامل معاه لمصلحه المدرب الشخصيه، اللاعب اول ما يتحط على اول طريق ونجح هيقول المدرب بتاعه باي باي، مش هيكمل معاه خالص. فالكوتش عليه عامل كبير جدا. وكل حاجه بتظهر لو انت في مثلا ناس بتفيك في المعاملات بتاعتها بتبقى فيك قوي، سبحان الله هم عندهم قدره رهيبه بيحسوا بده. ممكن من اول مثلا سلام حد يقول لك مش عايز اتعامل معاه تاني، خلاص مفيش نقاش، هو قفل. طب ليه؟ انا مش عايز اتعامل معاه. فدايما الحاجه لما تطلع من القلب وتبقى اللي قدامك حساسها، خصوصا فئه المكفوفين، مفيش يعني كلام فيها خالص. هل نفس التفاصيل اللي انت ذكرتيها المتعلقه بالعزيمه والثقه بالنفس، انا عارفه عايز اسالك على ايه تحديدا؟ انا مش بكلمك بس عن صفاء، صفاء نموذج، يعني بنضرب نموذج من خلال وجود صفاء لابطالنا وبطلاتنا من ذوي القدرات الخاصه بشكل عام. لما بيشاركوا حتى في اي دوره بارالمبيه عاده هم اللي بيرجعوا مفرحيننا ومشرفيننا ورافعين علم مصر في العالي، والكم الاكبر من الميداليات المتنوعه بتيجي لنا من خلال ابطالنا البارالمبيين اكتر بكتير من ابطالنا الاولمبيين، صح الكلام؟ وانت اكيد مدركه الحكايه. هقول لحضرتك على حاجه، فضل. انا دلوقتي لاعب، انا مرايته. انا في مثلا في للاسف ناس في المجتمع عندهم وجهات نظر يعني محتاجه تتصحح، اللي هو ايه، انت مثلا قاعد على كرسي، انت كفيف مش هينفع تعمل اي حاجه. لا، هي الفكره كلها ان احنا كبني ادمين بصفه عامه ما حدش كامل، بس في اللي ظاهر وفي اللي مش ظاهر. صحيح. احنا فينا حاجات مش ظاهره، صحيح، في ناس فيها حاجات ظاهره. الفكره ايه، انت لما بتشمل اللاعب وبتوجهه بحب وبتحط ثقه فيه، اللاعب عايز يرد لك الثقه الحلوه دي، انت وثقت فيه عن ناس كتير تانية شايفين عنده مثلا حاجه ممكن تمنعه عن اللعبه دي، انت قلت له مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انت بتثبت نفسك، مفيش اختلاف بينك وبين اي حد تاني. اللاعب لو مثلا قاعد مش عايز يعمل حاجه، لقى الكوتش بيزقه ومعاه لاخر لحظه، هيقول له لا انا لازم ان انا اثبت نفسي للكوتش، تعبه ده ما راحش على الفاضي، لان في الاساس اللاعب ده مرايه للكوتش بتاعه. صحيح. اللاعب لو طالع بينصح اللعيبه اللي معاه وبيحب اللعيبه اللي معاه متفوق، هتلاقي الكوتش كده، هتلاقي دايما اللاعب مرايه للمدرب بتاعه. صفاء، ايه اكتر حاجه بتحبيها في كابتن هديل كمدربه ليكي؟ اكتر حاجات بتريحك في التعامل معاها، وفي نفس الوقت ايه اصعب حاجات لما بتيجي تتعاملي معاها بتبقي شايله يعني عامله حسابها او شايله همها؟ والله بدون مبالغه، انا فعلا مش يعني ما بشوفش اي صعوبات وانا بتكلم مع كابتن هديل. يعني هي يعني بعيدة عن رياضة القوس والسهم، هي أخت ليا. يعني إحنا بنتكلم في تفاصيل يومنا، يعني هي بتتكلمني بتتكلم في تفاصيل يومنا، مشاركاني في كل حاجة، مشاركاني في كل ذكرى حلوة ليا في حياتي هي مشاركاني فيها، فخلتني أحب إن أنا لا أنا حابة الرياضة دي عشانها، أنا لو عايزة أكمل فيها عايزة أكملها عشان هي وصلتني لكده. جميل جميل. كابتن هديل، يعني عرفينا بقى انت عن نفسك اكتر شويه، يعني انت هل يعني كان في وقت من الاوقات كنت انت بتمارسي هذه الرياضه ولا مجرد دارسه ليها والتفاصيلها؟ اولا انا خريجه حقوق جامعه عين شمس. اوكي. معايا ماجستير في قانون التجاره الدوليه. بابا طبعا كان الحاجه الاساسيه في الرمايه، وطبعا مامتي واخواتي، جه بقى جوزي بعد كده هو اللي زقني في المجال ده. اوكي. بيسبورت ليا جدا. طبعا رحت لعبت اللعبه دي، كان بدايه لعبتي مع المدير الفني لرياضه القوس والسهم كابتن اشرف. هو في الاول انا كنت لعبه، كان هو بيمرني بنفسه ودايما كان يسميني انا السهم المشتاق، فهو خدني كده من وسط ما انا كنت يعني كنت لسه لاعبه، قال لي بس كفايه كده انت بقى معايا مساعد مدرب لحد ما تاخدي دوره اعداد مدربين وتكملي بقى في المجال. فاخدت دوره اعداد مدربين وطبعا علمني حاجات كثيره جدا. طبعا هو شيخ المدربين اصلا لرياضه القوس والسهم. عظيم. فلما افتتحنا اللعبه في نادي فروسيه الحرس الجمهوري كان في 2018، طبعا مدير النادي لحد وقتنا هذا حد داعم جدا وسبورت جدا، ونائب مدير النادي. أوكي. فهي الفكره هناك في روح كويسه بتدعم اللعبه، طبعا غير ان احنا لما كنا هناك واحنا بنتمرن العساكر كانوا منبهرين، فكانوا بيدعموا البنات يروحوا يساعدوهم يجيبوا لهم الاسهم، فدول بالنسبه لي الجندي المجهود. لكن انا بالنسبه لي كرياضه انا ليا اتجاهات كثيره قوي، بس انا لما بحب حاجه، انا كوتش عنيده شويه او انا شخص عنيد شويه، بمعنى ما بحبش حد يستسلم بسهوله وهو معايا.
يعني مثلا حلو انت خلاص طبعا ده في مصلحه اللي انت بتمرني بالظبط، لان انا حسن حظهم من عندك الخاصيه دي. ربنا يخلي حضرتك طبعا. انا وجهه النظر عندي اللي هو ايه، طول ما ربنا كتب لنا يوم جديد ان احنا نعيشه، لو حضرتك مثلا قعدت جبت اخر اليوم ورقه وقلم طلعت السلبيات والايجابيات بتاعه اليوم، هتلاقي نفسك طلعت معلومه سواء ايجابيه او سلبيه. أيوه. لكن في ناس تقول لك ايه، لا انا مش هعمل، انا فاشل، انا مش عارف، قاعد يتفرج، قاعد بيعمل اي حاجه، ما عملش اي خطوه في حياته. لا معلش، الناس الكفيفه بتحاول تثبت نفسها، الناس اللي هم ذوي الاعاقه الحركيه بيحاولوا يثبتوا نفسهم. طب انت قاعد بتعمل ايه، او انت قاعده بتعملي ايه؟ حتى لو اي حاجه اونلاين، انا دايما شايفه الشخص العنيد مش بيستسلم بسهوله. أيوه. عايز يثبت نفسه. في ناس مش بتعرف توصل بسهوله، بس هتوصل في الاخر، بس اهم حاجه اصرار وثقه بالنفس طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. صفاء خدي وقتك زي ما انت عايزه، المهم ان انت مش هتنورينا في البرنامج ده المره الجايه غير وانت واخده مركز اول على مستوى العالم. ان شاء الله. شوفي لك صرفه ان شاء الله. ماشي الحال، وده هيحصل ان شاء الله بنفس الاصرار اللي عندك ده والعزيمه دي، ان شاء الله هيتحقق عن قريب. نورتينا يا صفاء، وبتمنى لك كل التوفيق. ممكن شكر اخير حاجه اخيره فضل. انا بشكر زمايلي المدربين اللي كانوا بيدعموا معانا اللعبه دي، وبشكر اتحاد المكفوفين طبعا من كل حاجه بيعملوها لنا. وحقيقي انا يعني بقول لكل حد كفيف، انزل شوف اتحاد المكفوفين، انزل جرب رياضه، شوف اي حاجه تمارسها. لازم الفكر في وجهه النظر في الناس يتغير من ناحيه المكفوفين. صحيح صحيح، مليون في المية. نورتينا كابتن هزيل، ونورتينا صفاء، بشكركم على وجودكم معانا النهارده، شرفتونا. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا يوم الجمعه اللي فات كان عندنا مباراه في دوري ابطال افريقيا، ويوم الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا مباراه في منتهى الاهميه في مطلع بقى ومستهل مشوارنا في كاس العالم للانديه. الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من التحديات الحقيقه، وكالعاده مضغوط ضغطه ما يعلم بيها ولا بتفاصيلها الا ربنا سبحانه وتعالى، واكيد للضغطه دي انعكاسات كبيره وملحوظه على اللاعبين. تعالوا نتكلم عن النادي الاهلي في مشواره اللي فات ومشواره القادم باذن الله. منورني ومشرفني النهارده طبعا، واللي بنسعد دايما بوجوده في كل مره بينورنا فيها كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واللي دايما الحقيقه بيجي لنا منظم ودايما يوزع علينا من هواند الورق، تلاقوا يعني ايه كل الاشكال وتفاصيل الدقه موجوده دايما في كل ورق بيجيبه لنا معاه. منور الدنيا كابتن ياسر. الله يخليك كابتن كريم، ببقى سعيد ان انا موجود مع حضرتك. والله احنا بنسعد بوجودك دايما وبتنظيمك للامور ومدى دقتك، يعني لو استعرضنا للناس هيفهموا قصدي ايه. طبعا لما اكون موجود مع حضرتك طبعا، حضرتك مقامه كبيره في الاعلام، وطبعا لازم الانسان يكون محضر كويس جدا عشان يقابل حضرتك ويقابل جمهور النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي، فبالتالي لازم الواحد يكون منظم كل حاجه على اساس ان احنا بنخاطب جمهور النادي الاهلي ومع قامه اعلاميه كبيره زي حضرتك طبعا. تعالى نبتدي بالماتش اللي فات. تمام. يعني لقاء الاهلي وشباب بلوزداد، وفكره ان انت برضو كالعاده زي ما شفنا في الفتره الاخيره على فكره محليا وقاريا عندنا قدره على الوصول لمرمى المنافس بدل المره عشرات المرات، لكن التفعيل ده بقى في عطل فيه. بص اقول لحضرتك حاجه، اولا احنا لما لعبنا الماتش اللي فات احنا لعبنا باتنين مركز سته في نص الملعب، ودي كانت غريبه ان احنا الماتش على ملعبنا. التوقع ان احنا كنا نلعب باتنين واحد سته واتنين مركز ثمانيه عشان يبقى الناحيه الهجوميه عندنا فيها فعاليه اكتر. انا من وجهه نظري المشكله القائمه في النادي الاهلي هي منحصره في ثلاث حاجات. اولا احنا عدد الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي الموسم اللي فات في الفتره من شهر 9 لشهر 12 كان 9 مباريات. الفتره ديت من شهر 9 لشهر 12 السنه دي 17 مباراه. شوف حضرتك كم مباراه فرق يعني. طبعا. في ثلاث نقط اللي موصله الفرقه بالشكل ده من وجهه نظري الشخصيه يعني. الثلاث نقط، النقطه الاولى الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه ثلاث اسابيع بين الموسم اللي فات والموسم دوت، يعني كانت فتره كبيره جدا جدا ان احنا ناخد ثلاث اسابيع كتير جدا عشان تقدر ترجع للمعدلات البدنيه. يعني اضرت اكتر ما افادت. ليه بقى اضرت؟ ليه؟ لان احنا لما جينا عملنا المعسكر بتاع النمسا، بعد ثلاث او اربع ايام من المعسكر بدات لعيبه المنتخب تغادر، بدل لعيبه المنتخب اللي هم بتمشي. أي. يعني القوام الاساسي للتيم بدا يمشي. يعني لما انت حضرتك انت تكون الهيد كوتش بتاع الفرقه ومعظم اللعيبه اللي انت بتلعب مجموعه منها راحت المنتخب الاول، مجموعه منها راحت المنتخب الاولمبي، عندك اصابات، فبالتالي بيبقى قوام الفرقه اقل بنسبه كبيره جدا. فاللي استفاد من الفرقه من من المعسكر مش التيم كامل، مجموعه بسيطه من الفرقه. فهو كان معتمد اعتماد كلي على اساس ان المعسكر دوت ان لما ادى ثلاث اسابيع اجازه عشان يدي راحه سلبيه ثلاث اسابيع كتيره جدا، لان انت بعد كده داخل على منافسه قويه جدا اللي هو السوبر الافريقي. فبالتالي احنا لما بدانا يعني
ما بدأناش بالستارت القوي اللي هو كان روتيشن، اللي هو كان ممكن يكون المدير الفني كان عامل حسابه على روتيشن ان هو يبدا يساعد في الفرقه ان هي ترجع بسرعه جدا وتخش المنافسات بشكل كبير جدا. ما قدرش يعمله ليه؟ لان عدد الماتشات كتير جدا في الوقت الزمني ده. زي ما قلت حضرتك بدات بكلامي ان احنا لعبنا في التايم ده من شهر 9 لشهر 12 السنه اللي فاتت 9 مباريات في الوقت دوت، من شهر 9 لشهر 12 السنه اللي لعبنا 17 مباراه، فوقت قليل جدا علشان امرن كتير. النقطه الثانيه بعدين مهما دورت بين اللعيبه، لما يكون اللعيبه كلهم بيلعبوا مثلا كل 3 4 ايام ماتش، سواء بطوله محليه ولا قاريه، وسفر وبعدين استشفى، وبعدين لازم ادي اعمل استشفى للمجموعه اللي لعبت، فبالتالي التدريبات الوحدات التدريبيه قلت، لان هو ما عندوش وقت. هو يا دوبك مثلا يخلص المباراه يركب الطياره يجي ثاني يوم، ثاني يوم يعمل استشفى تمرين خفيف، وبعدين يبدا يحضر يطلع المباراه اللي بعدها، اليوم اللي بعده يعمل استشفى، وبعدين يبدا يمرن تمرينه، وبعدين يبدا يخش تمرين خفيف قبل المباراه، لان التمرينه اللي قبل المباراه دي تعتبر تمرينه خفيفه جدا، هي تهيئه بس. انا ببدا افك، ولو انا جاي من سفر بفك عضلاتي وابدا اعمل تهيئه عشان المباراه ثاني يوم، ما يقدرش يدي فيها احمال بدنيه. فبالتالي الموضوع ده عامل له مشكله. لما نيجي نتكلم على الفينش بتاع الفرقه، يعني ليه احنا مع معدل التهديف بتاعنا السنه دي مش عالي؟ انت حضرتك دلوقتي عندك كهربا هو الفرويد الاساسي بتاع التيم، كهربا اصلا ده مش مركزه. يعني واجبات المركز ده فيها ان انا اقدر اعمل محطه عشان اطلع الناس من اللي جنب تشتغل عليا، اقدر اشتغل في الكوره العرضيه بدماغي كويس جدا، اقدر احضر للي جاي واشتغل معاه دبل باص وابدا اتحرك، انا ابدا الف واشتغل على الجون. فالحاجات دي كلها عاوزه مهاجم يكون مهاجم صريح، مركز 10 صريح ما فيهاش يعني. لكن كهربا اصلا طرف، فلما تيجي انت توظفه في مكان هو اللي عمله دور بالنسبه له، طبعا بالنسبه لكهربا ده شغل كويس جدا، لكن انا كتيم عندي مشكله في انهاء الهجمه. هو انت لما يكون عندك ما عندكش مهاجم صريح اللي هو لاعب نمره 10، هل في اي مساحه باي حال من الاحوال ان واحد من المهاجمين انجاز التعبير يبقى قائم باعمال المهاجم الصريح؟ ما هو ده اللي ماشي في الاهلي دلوقتي، اللي هو كهربا قائم باعمال المهاجم الصريح. بس طبعا كهربا يعني في حاجات في المهاجم الصريح مش موجوده عند كهربا، مش تاثير منه، لكن هي مقاومات المركز ده بتحتاج كده، ان انا بقف على الكوره عشان الناس تطلع عليا، ان انا بشتغل محطه عشان الناس تشتغل معايا، ان انا بتحرك في الكورسات والحاجات دي عشان اقطع في الكوره العرضيه وابدا اقطع على العرضه القريبه على العرضه البعيده حسب المدرب، لان النادي الاهلي بيلعب 4-3-3، فالثلاثه اللي فوق دول الكوره لما تبقى من اليمين الثاني ده بيبقى طبعا المهاجم الثاني معاهم مع مركز 8 عشان نعمل زياده عدديه في ال 18. فبالتالي هي المشكله في النادي الاهلي ان المهاجم اللي هو بيعمل بيتحرك عشان يعمل مساحه للاثنين اللي في الجنب او يعمل مساحه للي جاي من تحت، التحركات بتاعه المهاجم دي مش موجوده في كهربا. كهربا بيشتغل بيجتهد على قد ما بيقدر، لكن في مشكله في الحته دي. فحته المهاجم اللي هو مركز 10 اللي هو الصريح مش موجوده السنه دي بشكل كبير جدا. تفصيله الاجهاد بقى واللي ساعات بتكون واضحه قوي على اللعيبه، ودي حاجه منطقيه جدا ان هم يعني يحصل لهم كده نتيجه تاني تراحم المباريات وتلاحق البطولات، وكل 3 4 ايام في ماتش مهم، يعني حلها ايه الحكايه دي؟ ما هو اللي مستر كولن بيعمله هو ده الحل الامثل بالنسبه له، لان عدد المباريات زي ما قلت لحضرتك 17 مباراه من شهر 9 لشهر 12 واحنا في بدايه الشهر لسه، 17 مباراه كتير جدا طبعا. يعني معدل تقريبا 4 ايام، وغير كده ان في لعيبه ديت بتروح المنتخب طبعا، فبالتالي برضك فيها ارهاق. ما لعيبه المنتخب بتاعه النادي الاهلي كلها اساسيه بنسبه كبيره طبعا، واللي ما بيبداش بينزل الشوط الثاني، وفي لعيبه بتروح المنتخب الاولمبي ففي مشكله. فبالتالي هو عدد الوحدات التدريبيه اللي بيشتغلها عشان يبدا يحل المشكله ديت او اي مشكله في الفرقه، عدد الوحدات التدريبيه مش كبير. فبالتالي اللعيب بيجي يا دوبك يلعب مباراه، وبعدين يبدا يعمل استشفاء، وبعدين يبدا يعمل تمرينه خفيفه عشان او مسافر، وبعدين ثاني يوم يعمل تمرينه خفيفه عشان عندي ماتش. فبالتالي هو معذور برضك، وده حال النادي الاهلي. حل المعضله دي ايه؟ لان الموضوع ده متكرر، واحنا خلاص قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم بيشاركوا في كل البطولات المتوفره. الحل اللي هو الدكه. حلها ايه؟ الدكه. مالها الدكه؟ زي ما هو السنه اللي فاتت عمل. يعني نعمل فيها ايه اكتر من اللي حاصل بالفعل؟ النادي الاهلي محتاج برضك مهاجم تاني، بيكون مهاجم يعني مستوى من الكبار، النادي الاهلي محتاج كده، محتاج برضك يعني غير مهاجم، محتاج برضك في مركزين كده
او ثلاثه يبداوا يجهزوا بشكل كويس جدا عشان يبقى مستوى اللعيب الاساسي زي المستوى رقم 2 في النادي الاهلي. فبالتالي في محتاجين مراكز زي الباك ليفت محتاجه برضك الراجل الديبيس يلعب كتير عشان يبدا يبقى يشتغل بشكل كويس جدا. محتاجه شغل كتير شويه من المدير الفني في انهاء الهجمات. احنا بنوصل كويس جدا يعني لما تيجي تتفرج على الماتش بتاع بلوزات الدوت احنا وصلنا للجون الفينش يعني تاتشات في العارضه وتقع من الجون يعني حوالي 4 تجوان مؤكدين ولينا ضربه جزاء في الدقيقه 12 كابتن ناصر عباس طلع اتكلم عنها ان هي جت في ايد الراجل في الدقيقه 12. فاحنا اجمالا الشوط الاولاني اتعمل بشكل قوي جدا جدا جدا. بان بقى الشوط الثاني الاجهاد في الحته دي طبعا. ان معدلات اللياقه البدنيه قلت بشكل كبير جدا. ممكن ده مستقر بيقول ان الملعب بتاع برج العرب ارضيته مش مساعده اللعيبه شويه مش زي استاد القاهره. طبعا هو المدير الفني هو ادرى بالموضوع دوت لكن هو معدلات اللياقه البدنيه اللي هي دايما بتنزل الشوط الثاني في اخر 3 ماتشات دي ترجع لفتره الاعداد. ساعات بعض المبررات ما بتبقاش مرضيه للجمهور يعني انت عندك في فئه معينه من الجماهير بتستفز لما بتسمع النوع ده من الكلام يقول لك اصل الارضيه كذا اصل عدد ساعات السفر اصل نسبه الرطوبه اصل التوقيت اللي النادي الاهلي لعب بيه الماتش وكان اللعيبه دول ما كان لازم يلعبوا في اي ظروف واي اجواء. بص هو ده قدر النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده يا كابتن كريم ان لعيبه النادي الاهلي هي كل الناس مش متقبله حتى التعادل، التعادل بالنسبه للنادي الاهلي خساره. فطبعا مشكله كبيره جدا ان اللعيبه بتتعادل. جمهور النادي الاهلي يعني جمهور فريد من نوعه. ده ما بيقبلش اي حاجه غير فوز. التعادل بالنسبه له خساره. ايوه فبالتالي الموضوع بقى مهم يعني ده مش من النهارده ولا امبارح طول العمر. يعني احنا من ساعه ما اتولدنا لحد ما يجي ولادنا هي نفس الموضوع. بس يمكن من ساعه ما اتولدنا ما كانش معدل الماتشات ورا بعض. ايوه كنا بنلعب كل اسبوع. هذا كم الوافر من البطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. على كل الاحوال خلينا نقف عند التفصيله دي واستاذنك نطلع فاصل ونرجع بعدين نكمل. ماشي اتفضل. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. كنا بندردش في الفاصل انا وهو بنتكلم عن اللي جاي. ما تيجي ننقل الحوار ده للناس يسمعوا الجزء اللي فاتهم من الحوار. بنتكلم على ان اللي جاي مش سهل ولا سيما كاس العالم للانديه. احنا بنتكلم على مستويات بقى مرتفعه جدا يعني مختلفه تماما عن اللي صحيح فات. صحيح صحيح مع احترامنا للي فات لكن اللي جاي اتقل بكتير. ايوه طبعا طبعا الاتحاد جده هيلاعب اوكلاند سيتي يعني ماتش طبعا بالنسبه لي انا وجهه نظري الاتحاد جده بالنسبه له ماتش يعني في المتناول. اعتقد ان احنا ان شاء الله هنلاعبهم والماتش ده مش سهل تماما. اتحاد جده في السعوديه هتلاقي الاستاد مقفول مش يعني طبعًا. بشكل كبير جدا وجمهور النادي الاهلي طبعا هيكون متواجد جد طبعا والسعوديه فيها جمهور كبير للنادي الاهلي. لكن هو ماتش ديربي خلي بالك برضك انا اشتغلت في السعوديه حوالي 17 سنه فعارف الاجواء هناك عامله ازاي. اولا الكره السعوديه السنه دي اختلفت تماما عن اللي قبل كده وبدا يحطوا قوانين كتير حتى في الشغل للمدربين حتى في الدرجه الثانيه يعني حتى الشهادات في الدنيا الاي ما بيشغلوش بيها حد دلوقتي كله بالبرو الممتاز والدرجه الثانيه. كل المدربين شغاله بالبرو ما بيش حد بيشتغل بالاي حتى. ودي مشكله مقابله المدربين المصريين عشان يشتغلوا في السعوديه لازم يكونوا مع البرو عشان يشتغل. فبالتالي انا عاوز اقول لحضرتك ان ماتش اتحاد جده وماتش الاهلي ده من الماتشات الكبيره جدا طبعًا. جدا جدا ماتش صعب للغايه مش ماتش سهل طبعا. بس طبعا النادي الاهلي قادر باذن الله ان هو يتجاوز المباراه لكن ماتش محتاج فعلا اللعيبه تكون محضره ذهنيا كويس جدا. المدرب يشتغل على فريق اتحاد جده لانه يعني مليء بالنجوم يا خبر وفرقه شعبيه ده كريم بنزيما لوحده حدوته. ايوه يعني زي ما حضرتك قلت كده لكن فرقه كبيره طبعا وفرقه يعني عامله شغل كويس جدا في الدوري. لكن هو حالهم زي حال النادي الاهلي في الايام اللي فاتت دي يعني اخر ماتش برضك ما كانش احسن حاجه 3-1 ما كانش احسن حاله ايه المفاجاه دي ما كانش احسن حاله ودي مفاجاه جامد طبعًا. جدا اوكلاند سيتي برضك خسر اول امبارح اعتقد فيعني حال الثلاث فرق اليومين اللي فاتوا دول. لكن اعتقد ان النادي الاهلي احسن حاجه انه عملها انه سافر بدري يبدا الاجواء السعوديه مختلفه عن اجواءنا. جده اجواءها يعني مختلفه شويه فتلاقي حر شويه ورطوبه فيها عاليه شويه فالاحسن يحصل عمليه تاقلم بدري على الوجود هناك في السعوديه. لكن ماتش مش سهل وبالتالي انا شايف القايمه بتاعت الكاس العالم
عملها المدير الفني محمد الشناوي، حمزه علاء، مصطفى شوبير، دول حراسه المرمى. الدفاع خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، راسل ابراهيم، اكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس. الوسط مروان عطيه، حسين الشحات، علي ديانج، السليه طبعا اضافه قويه في نص الملعب، قفشه، امام عاشور، طاهر، احمد نبيل كوكا. الهجوم طبعا كهربا، بيرسي تاو، مودز. وطبعا هو في استبعاد محمود متولي طبعا بقى له مده كان مصاب وكده، كريم ندفد برضك لسه الاسباب فنيه، الدوري كيستو بيقولوا كان مصاب بقى له مده، كان المؤتمر الصحفي بعد الماتش اللي فات فقالوا ان هو كان مصاب بقى له مده كبيره. رضا سليم طبعا كان عنده كسر في التركوة. احمد يعني كويس جدا مصطفى الصراحه لسه وايه يعني كان لسه نازل طبعًا. يعني سبحان الله طبعا يعني. اقدار طبعا والاصابات دي امور قدريه كده. ايوه احمد عبد القادر طبعا لاسباب فنيه، صلاح محسن لاسباب فنيه. فطبعا القايمه لما نيجي نتكلم عن الناحيه الهجوميه برضك يعني بيسي تاو بيلعب طرف وكهربا بيلعب. انا اسف للمقاطعه بس كلمه لاسباب فنيه تحمل الكثير. ايوه طبعًا. وممكن تخلي صاحب العباره دي او اللي بتتقال عليه العباره دي عرضه لسوء فهم في بعض الاحيان. عاده لما بتتقال المصطلح ده لما بيتقال بيبقى المقصود بيه ايه؟ هو المقصود بيه ان انا كمدير فني مثلا الكابتن كريم معايا في التمرين ممكن يكون مثلا الكابتن كريم مش بيعمل التدريبات 100% مش بينفذ تعليماتي اللي انا عاوزها. يعني مثلا لما الكوره تبقى من ناحيه اليمين انا اقطع هنا اشتغل من هنا اروح هنا، فممكن يكون بيحس ان اللاعب دوت مش بينفذ التعليمات بالشكل الامثل او متكاسل او طريقه اللعب هو مش قادر يركب فيها. دي كلها تخش في كلمه اسباب فنيه. لكن اصابات معروفه طبعا. لكن الاسباب الفنيه هي تعتمد من 1 لـ100% راي المدير الفني واداء اللاعب اثناء التدريبات. تاريخيا يعني من زمان لما كانت بتتقال فالناس بتستنتج ان لا في خلافات. لا 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 مفيش خلافات طبعا. مفيش المدير الفني هقول لحضرتك على حاجه، المدير الفني لاي فريق ولا بيحب ولا بيكره، ده المدير الفني اللي هو الكويس اللي هو يقدر يحقق نجاحات. ان انا لعيب استفيد منه يبقى استفيد منه ما فيهاش هزار طبعا. لان انا في الاول والاخر نجاح الفرقه هو نجاحي وفشل الفرقه هو فشلي. يعني النجاحات بتحط في السي في بتاع المدير الفني ان هو لعب كام بطوله، خد منها كام بطوله، العدد المباريات اللي فيها فوز تعادل هزيمه، كل ده بيتحط في السي في بتاعه. يعني لما بيجي المدير الفني بيجي اول حاجه بيجيبوها ايه؟ لغه الارقام اللي هي ايه؟ السي في بتاعه، مسك ايه وحقق مع ايه واشتغل فين وعمل انجازات ايه وايه الاخفاقات واخر سنه اشتغلها قد ايه علشان اقدر اشوفه هو المواكب للشغل بتاعي ولا لا، طريقه اللعب اللي بيلعب بيها هل تواكب اللعيبه اللي عندي ولا لا. زي ما حصل مع فرق كتير ان انا مدير فني عندي فرق بشتغل بطريقه لعب معينه بس مش ماشي مع التيم بتاعي فبالتالي النتائج بتكون عكسيه. لكن انا لما اكون مدير فني ببدا اشتغل واحط الشغل بتاعي على المقاومات الاساسيه بتاعتي اللي هي الورق بتاعي اللي هو العناصر اللي انا العب بيها اللي هو سلاحي اللي هو اللاعبين، ابدا اشتغل على اللاعبين اللي موجوده معايا ابدا انا احقق نجاحات. لكن لما ابدا احط فكر من كوكب تاني مع مجموعه مش هتقدر تنفذه صحيح. فبالتالي هيبقى فيه اخفاقات كبيره جدا صحيح. فبالتالي حته الناحيه الفنيه الاستبعاد للناحيه الفنيه ترجع للمدير الفني ان هو شايف ان اللعيب دوت مش بينفذ الفكر بتاعه او بينفذ بس بنسبه قليله. يعني انا عاوز انفذ فكر بنسبه 100% في التدريبات كمدير فني يجي اللعيب بينفذ منها 60% في واحد تاني بينفذ 70% هل ده بيحصل دايما 30%. اللعيبه اللي هم مهاريين قوي اللي هو بيبقى دايما عندهم توجه لا ارادي كده بفكره ان هم ايه عارف زي شغل كره الحوالي بتاع الزبالة كره الشارع بالظبط كده. ايوه طبعا دايما اللعيب المهاري بيبقى صعب تسيطر عليهم. لا هو دايما اللعيب المهاري ما بيحبش التدريبات قوي. يعني على مجال انا لعبي وشغلي يعني على مجال حياتي الكرويه دايما بتشوف ان اللعيب دايما الحريف قوي ما بيحبش الناحيه البدنيه بيحبش التدريب قوي، هو عاوز يعني بلغه الكوره كيف نفسه في اللعب، عاوز يرقص يعمل ترقيصه يعمل حاجه فيها مهاره جامده واحده من بين رجل اللعيب دوت. فبيبقى هو استمتاعه كله في الحته دي صح. لكن يعني انا مرنت لعيبه كتير عندها الموضوع ده تلاقيهم دايما في الناحيه البدنيه يعني ما يحبوهاش كتير
ما يحبوش الشغل البدني، ما يحبوش الجري، هو عاوز الكوره بس، وعايز مساحات ضيقه كمان ويلعب ويكيف نفسه ويتبسط. فدي دايما بتقابل اللعيبه اللي هي عندها الناحيه المهاريه عاليه شويه. ودي سؤال يعني حضرتك تحيي عليه، لان فعلا سؤال نموذجي. دايما اللعيبه اللي هي عندها كوره عاليه قوي هتلاقي مزاجها والفنيات بتاعتها بتبقى حاضره اكتر في اللعب الكوره. طبعا عاوز تقسيمات، عاوز الماتشات، لكن مش عاوز بقى ايه تقول له بدني وجري، بيبقى دايما بيزهق. فطبعا هي هنا المدير الفني برضك عليه عامل مهم جدا، زي ما قلنا دايما اوضه اللبس والحاجات دي هي المدير الفني بنسبه كبيره جدا. المدير الفني انا وجهه نظري 90% من شغله اوضه اللبس، الاحتواء للعيبه. كثره التعادلات الفتره الاخيره محليا وغير محليا، وده هينتج عنه طبعا ان احنا هنضغط اكتر الفتره الجايه، خصوصا لما هنلعب الفرق اللي تعادلنا معاهم يعني على ارضنا، هنلعبهم على ارضهم بقى. صح، انت هتلعب ميدياما تاني، هتلعب شباب بوزدي، يعني هنتصرف ازاي في مش عايز اقول الورطه اللي حاطين نفسنا فيها، بس الوضع اللي احنا فيه كده كده هنعمل فيه. هو الحل الامثل من وجهه نظري هو يناير اللي جاي ان احنا نجيب مهاجم قوي يقدر يحل لنا مشكله انهاء الهجمات. النادي الاهلي بيوصل بشكل كبير جدا، لما حضرتك تتفرج على كل الماتشات نسبه الاستحواذ بتاعتنا عاليه جدا، عندنا نص ملعب والاثنين الفاوضه اللي على الجناب اللي هم بيتحركوا على الجناب عندنا 2 و3 و4 كويسين جدا، لكن من ناحيه المهاجم رقم 10 اللي هو بيفنش الهجمات هي دي اللي فيها شغل، ومحتاجه المدير الفني برضك يكثف الشغل في انهاء الهجمات على مع اللعيبه اللي موجوده. يعني محتاجه ان احنا نشتغل شغل تخصصي اكتر قبل كاس العالم. أيوة، كده كده مفيش فرصه اضافه اي لعيب جديد. ايوه، هو عشان كده لازم نشتغل شغل تخصصي كتير، واكيد هو بيعمل كده طبعا، اكيد هو بيعمل كده لانه مدير فني كبير جدا، اكيد هو بيشتغل شغل تخصصي جدا مع المهاجمين على المرمى. لازم نبدا برضه نشوف حل تاني، هل صلاح موصل مثلا القصور اللي عنده يبدا يشتغل عليها، هل مثلا لو عندنا لعيبه اعراض مهاجمين نقدر نجيبهم، يعني نقدر نشتغل على الحته دي وندور على مهاجم يكون قوي جدا يبدا ينهينا الهجمات بشكل كويس جدا. الهجمات التي لم تكتمل طول الفتره اللي فاتت في المباريات المختلفه مرجعيتها قله التركيز ولا انعدام توفيق ولا يعني ايه مرجعيتها في الحاله دي؟ بص، هو حضرتك احنا بدانا الحوار بحاجتين مهمين جدا. ان احنا الثلاث اسابيع اللي هم اتخذنا فيهم اجازه اللي هي فتره بين الموسم والموسم دي فتره كبيره جدا يعني زمنيه واسعه، وبعدين بدايه فتره الاعداد بعد 4 5 ايام بدات اللعيبه تمشي، فبالتالي ما اتعملش اعداد كويس جدا، فبالتالي الشوط الثاني من الماتشات التركيز بيقل. ليه؟ لان اللياقه البدنيه بتاعت الفرقه مش عاليه، فبالتالي التركيز بيقل، فانهاء الهجمات بيبدا يبقى مش هو الكويس. زائد العامل الثاني المهم جدا ان طبعا ما عندناش المهاجم رقم 10 اللي هو بيبدا يشتغل ويعمل مساحات للعيبه ويبدا يتحرك كويس جدا ويبدا يشتغل على الكرات العرضيه كويس جدا. احنا بنعمل كميه كرات عرضيه جامده جدا. انت ما عندكش مهاجم صريح، بتفتقد هذا العنصر، لكن في المقابل انت فريقك مليان نجوم. تمام، هو ما فيش اختلاف، بس ما هو الفرقه فيها مراكز، انا لازم اكتمل مراكز زي كل واحد اجاد في مركزه، حتى في ظل غياب مهاجم صريح مش المفروض ينتج عنده تهديف اكتر من اللي اتحقق؟ ماشي، ما انا برضك على زي ما قلت لحضرتك الشوط الثاني دايما بتحس ان الفرقه معدلات اللياقه البدنيه بتاعتها بتقل، لان عدد المباريات 17 مباراه من شهر 9 لشهر 12 كتير جدا، زائد مباراه المنتخب، زائد مباراه المنتخب الاولمبي، فكله يعني كله لعيبه النادي الاهلي. لما تيجي تدور على اختيارات المنتخب هتلاقي كام لعيب من النادي الاهلي، يعني عدد كبير جدا من النادي الاهلي في اختيارات المنتخب. طبعا، فبالتالي انت بتتكلم في اعداد، يعني بنتكلم في عدد كبير جدا. ده الميت نص قوام المنتخب بالظبط كده. فبالتالي في ناس ما بتريحش خالص، يعني لما تيجي تتكلم هتلاقي 13 لعيب تقريبا. يعني مش عدد قليل يعني. طبعا، فبالتالي انت يعني موضوع صعب جدا، منتخب اول على منتخب اولمبي على ان هم بيلعبوا الماتشات، انا بكلمك 17 مباراه للنادي الاهلي فقط في 3 اشهر، فموضوع صعب جدا. لما زائد ماتشات المنتخب كاس العالم للانديه حيث المدارس الكرويه المختلفه، يعني الفتره اللي فاتت بنتكلم على مباريات وبطولات ما بين محليه وقاريه كره افريقيه، لكن انت في كاس العالم للانديه الوضع مختلف برضك، اللعيبه عندها حافز مهم جدا ان انت بتلعب
باسم مصر في كاس العالم للانديه، اللعيبه عندها برضك ان هي يمكن اوروبا ضغط النفع التعادل بتاع الماتش اللي فات ده يدي دفعه معنويه جديده للفرقه بشكل كبير جدا، ودي عاده النادي الاهلي نقطه ومن اول الصد، سواء خدنا بطوله نقطه من اول الصد، سواء اتعادلنا نقطه من اول الصد، النادي الاهلي هو يعني النادي الاهلي بمن حضر. ما نكونش اتحسدنا على العلامه الكامله والانجاز اللي حصل الموسم اللي فات. ايوه انجازات النادي الاهلي الموسم اللي فات انجازات تاريخيه. طبعا. فطبعا انا عاوز اقول لحضرتك في النهايه في كلامنا كله النادي الاهلي بمن حضر. المقاتلين اللي رايحين دول طبعا. كاس العالم للانديه دول مقاتلين النادي الاهلي. دول رافعين شعار ان شاء الله نكسب. ان شاء الله الفوز. ما فيش بديل عن الفوز طبعا. في كاس العالم للانديه وان شاء الله نرجع بنتيجه كويسه جدا من السعوديه وحاجه ترضي يعني طموح كل الاهلاويه وترضي جمهور النادي الاهلي ودايما شعار النادي الاهلي النادي الاهلي بمن حضر. انا حاسس ان حضرتك ما وقفتش قوي عند ماتش الاهلي واتحاد جده الماتش يعني المتوقع انه يحصل ان شاء الله في بدايه السعوديه. هو زي ما قلت لحضرتك هو يعتبر ماتش ديربي لان السعوديه ومصر طبعا ماتشاتها بتبقى قويه جدا. وهتلاقي جمهور النادي الاهلي كتير وجمهور اتحاد جده عندهم جمهور قوي جدا وجمهور كبير جدا وهتلاقي الاستاد مقفول بشكل كبير جدا. اعتقد ان المباراه هتبقى مثيره ما تقدرش تتكلم بنتيجتها لان النادي الاهلي يعني نادي كبير جدا ويقدر يعمل نتيجه يعني ما تتوقعهاش. لكن برضك اتحاد جده خصم عنيد وبياخدوا الماتشات تحدي برضك الاخوه يعني وعنده كتيبه قويه جدا والنادي الاهلي برضك عنده كتيبه كويسه فبالتالي هو ماتش ممتع. انا من وجهه نظري أكيد. احنا كلنا أكيد. مستنين الماتش بشكل كبير جدا. طب احنا دلوقتي فاضل دقيقه ونص تقريبا على نهايه الحلقه فتحب في الدقيقه ونص دي توجه رساله ايه لمين؟ اوجه رساله للعيبه النادي الاهلي اتفضل واقول لهم احنا كلنا وراكم احنا بنحب النادي الاهلي وبنحب الفرقه وزعلانين من التعادلات اللي فاتت لكن بنتمنى ان انتوا تعملوا لنا حاجه تسعدنا في الفتره اللي جايه في كاس العالم للانديه. وجه رساله للمدير الفني احنا كلنا معاك وكلنا في ظهرك والنادي الاهلي بمن حضر ويعني نتمنى لك كل التوفيق كلنا مساندينك وكلنا في ظهرك كلنا بندعمك لان انت بتمثل النادي الاهلي فكلنا معاك وفي ظهرك ونقول للعيبه ونقول لكل الناس الاهلي بمن حضر ودي مهمه جدا 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 وبقول لجمهور النادي الاهلي خليكوا ورا الفريق خلينا دايما داعمين للفريق والحلوه والمره معاه. هي دي عاده جمهور النادي الاهلي الحقيقه عمره ما قصر في هذا الاطار. انا بشكرك على وجودك يا كابتن ياسر شكرا جزيلا نورتنا وربنا يستحي الحال في اللي جاي باذن الرحمن طبعا. بشكر اكيد كل حضراتكم على حسن المتابعه وباذن الله يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.